الأهلي يهدر فوزا ثمينا ويتعادل مع البنك الأهلي 1-1 ويفقد نقطتين ثمينتين في الصراع على القمة. كابتن شريف، ضاع مننا مكسب أكيد طبعا، يعني بعد ما بتجيب جول في أول تاني تايم وتفوق عددي وتفوق في خط ال 18، وكنا قاعدين كلنا بنتكلم بنقول لازم نعزز الجول ده بهدف دلوقتي عشان ما نبقاش في قيل وقال يعني، وده اللي حصل في آخر المباراة. يمكن كنا احنا قاعدين بنتكلم خالد جلال عامل 4-5 تغييرات، منهم 3 تغييرات هجومية. يعني ما ليه بتدي فرصة أنت إنك أنت يبقى في حد معاك في الجيم يعني؟ وده قلنا قبل، كلنا قلنا قبل الماتش، انت اللي بتدي فرصه للفريق اللي قدامك انه يبقى معاك في المباراه، او انت بتديهوش فرص خالص، انت اللي بتتحكم وانت اللي بتلعب كرتك الطبيعيه اذا كان على الاطراف او من النص او من خلال الهجمات او الكرات الطويله. في حاجات كتير قوي النهارده الحقيقه وضحت لنا ان الغيابات كلها وضحت تماما. اللعيبه اللي غابت النهارده عنك ان هي ليها تاثير مباشر، وان اللعيبه اللي هي لعبت النهارده بقالهم كتير قوي ما دخلوش جوه الجيم، فما كانش فيه الاداء اللي هو يقدر يخليك تجيب جول واثنين وثلاثه. حاول موسيماني ان هو يعمل تغيير، يقفل نص الملعب بديانج، مش كنت حاسين زي ما بقول لك النهارده انا مش شايف هويه، يعني مش عارفين احنا بنقفل دفاعين كويس او بنهاجم كويس جدا. مفيش الانتظام ده في الملعب، مفيش الترتيب ده في الملعب، مفيش احساسك كنت قاعد خلاص الملعب اتفتح تاني، بقت ممكن اي هجمه الناحيه التانيه تقدر تتلعب عرضيه، اي حاجه عشوائيه ممكن تصيبك، وده اللي حصل. انك انت الكوره عاليه جدا، لازم علي لطفي كان يشوفها من بعيد جدا ويتعامل معاها احسن من كده. صحيح. علي معلول لازم كان يكون عنده اكتر من رقابه احسن من كده. الاثنين اللي في النص دول لازم كان يطلعوا تكف حتى يخايلوا الراجل اللي هو طالع لوحده ده جوه منطقه السته، وده ممنوع يعني ان جوه واحد في منطقه السته واحد ينط لوحده كده ويجيب كوره بدماغه يعني. هارلك التعادل ده كان ليك هجمتين في اخر ثانيه او في اخر دقيقتين تقدر تخلص المباراه. طب الاداء ده كان لازم يبقى موجود في المباراه من اول دقيقه. الشكل اللي انا شفته اخر 4-5 دقائق ده، لازم الحماسه دي ولازم الشكل ده والتحركات دي. اتنين ضربوا في بعض من الحماسه، خبطوا، تعور منهم مروان. حاجات كتير قوي بنستفيد منها في الحالات اللي احنا بنفقد فيها النقاط دي، انما معلش هارد لك وقدر الله ما شاء فعل. ودايما احنا كده بنرجع من مباراة كاس كبيرة، من فوز كبير، ما بيبقالناش حظ غير التعادل يعني. الحمد لله. الحمد لله. كابتن علاء، النادي الاهلي تفوق في كل شيء ولكن نجح البنك الاهلي في التعادل. واضح ان في مشكله في ممر الشرف اللي بيحصل كل مره. برضه عملوا لنا السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت ممر الشرف تعادلنا، والسنه دي ممر الشرف تعادلنا. سواء المشكله ايمن، اتعادلت مع فريق مع احترامي الكامل للبنك الاهلي، فريق ما بيعملش حاجه خالص او ما بيعملش حاجه خالص. الثلاث دقائق اللي بيتكلم عليها كابتن شريف في اخر مباراه كان لازم يحصل بعد الهدف. ايوه بالظبط، ده اللي كان لازم يحصل بقى بالزبط. بعد الهدف لازم الضغطه والشراسه دي تخلص الماتش، هدف تاني وبعدين اعمل عايز تعمله. عايز بقى تغير، عايز تريح تريح، عايز استحواذ سلبي استحواذ، اعمل اللي عايز تعمله في الملعب. والظروف بتاعت المباراه هتساعدك. البنك الاهلي فريق بلا هويه يعني، ماشي كويس قوي التعادل النهارده، ماليش دعوه بالتعادل طبعا، شيء اكثر الناس المتفائله اللي في البنك الاهلي ما كانش يتوقع ده اللي يحصل النهارده، لكن هو حصل. مبروك عليهم النقطه، لكن مش مبروك علينا احنا خالص فقد نقطتين طبعا. مع فريق، يعني انا ما بحبش اتكلم على فريق منافس دايما النادي الاهلي، لان دايما انا بقول كلمه، النادي الاهلي هو بيدي المنافس انك تتكلم عليه. هو اللي يعني النهارده الموضوع لو مختلف شويه. أيوة. وانت ضاغط وهدف واثنين وثلاثه هتتكلم على النادي الاهلي بس، لان صح. البنك الاهلي ما كانش موجود، كان الكلام بين الشوطين بتحفظ شويه على البنك الاهلي، كانش في وقت ان فريق انت مش عارف هو بيعمل ايه. يعني قبل المباراه فريق البنك الاهلي في معسكر 10 ايام مغلق. 10 ايام مغلق، انت متخيل؟ او احنا شرحنا قبل الاستوديو ان في فريق يبقى ليه شكل، هيقف في نص ملعب، هيعمل عليك ضغط. لا، كل اللي احنا اتكلمنا فيه ما حصلش في الشوط الاول. اللعب مفتوح، مفيش اي مشكله خالص. يمكن النادي الاهلي برده ما عندوش الهويه، ما عندوش الراسه الهجوميه اللي انا دايما بتكلم عليها. البدايه 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 لازم تبقى بدايتك قويه شويه. الشوط الاول في فرص ضاعت، بس ايمن مش فرص النادي الاهلي، مش شكل النادي الاهلي. في واحده جنب قام لاجايكت قريبه قوي،
الفرص مش يعني مش لعبك. يعني النهارده محمد شريف راح كم كره خطر النهارده؟ ولا حاجه، لان طرق لعبك وطرق هجومك مش ما تظهرش شريف. النهارده بتعمل كره عرضيه بس من بعيد قوي، من عند هاني من بعيد ومن عند معلول من بعيد، اه فيها شويه خطوره لكن مش هي الخطوره، مش خطوره النادي الاهلي. لكن دي كانت مشكله في الشوط الاول. الشوط الثاني بدات بهدف هايل، لازم بعد الهدف ده ضغط ثاني تجيب الهدف الثاني. مع الاحترام الكامل للفريق المنافس، انا ما بتكلمش عن منافس خالص، انا دايما بتكلم هنا او بحلل هنا، دايما بحلل الفريق الاخو اللي هو متسيد متسيد المباراه، اللي هو ليه اليد العليا دايما، اللي هو بيتحكم في شكل المباراه. يعني انت لك، انت متخيل يا ايمن النادي الاهلي وصل لمرحله ان هو بيتحكم في شكل المنافس. يعني النهارده انت خليت المنافس 1-1 خلاص، وعمل اللي عليه وعايز نقطه النهارده من النادي الاهلي، حصل عليها النهارده. لكن انت لو الهدف الثاني النهارده والثالث تاخد الموضوع كان بالنسبه لك هيبقى سهل. لكن هنقول هارد لك ومعلش، بتحصل في كره القدم، لكن في الاخر ايمن فقط نقطتين انت مش عايز تخش للمرحله دي. صح. انا لسه كنا بنتكلم في قبل الاستوديو بنقول الرفاهيه انك تفقد نقاط في شويه يعني مش مطروح. صح. ولا مطروح عند الجهاز الفني ولا عند جماهيرك ولا عند حد خالص. اه المنافسين اكيد بالنسبه لهم النهارده نتيجه النهارده ممتازه، لكن انا مش عايز مش اقصى على لعيبه النادي الاهلي خالص، ده طبعا ناس لسه ما شاء الله جايبين 10 ومفرحينا وكده، لكن كنت اتمنى النهارده ان المباراه تخلص بدري. أيوه. وكان بايدك على فكره. يعني انت يعني المنافس مش على فكره، المنافس ما منعكش تعمل اي حاجه النهارده. صح. عشان كده انا ده اللي يعني ده اللي مضايقني شويه، ان المنافس يعني ما كانش بيدافع كويس وكان قافل عليك كل المنافس. لا 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 خالص، المنافس ده سايبك كل هجمه عايز تعملها اتفضل. يعني النهارده اخر دقيقه انت مضيع انفراد لوحدك خالص، لو في حظ او لك ربنا رايد كنت ممكن تطلع 2-1. صح. كنا هنتكلم ونقول اداء مش قوي واداء مش ممتع، لكن ثلاث نقاط انت عايزهم. عشان كده بقول لك النهارده انت فقدت نقطتين انت في احتياج ليهم بغض النظر على الاداء. صح. لكن هارد لك، وعامه بتحصل في كره القدم يعني. صحيح. كابتن اسامه، كنا قبل الماتش بنتكلم وكنا متخوفين بعض الشيء من المباريات اللي بتيجي بعد البطولات الكبرى او بعد المباريات الكبرى، وبرغم التفوق الواضح للنادي الاهلي النهارده الا ان النتيجه كانت عكس سير المباراه. طبيعي يعني اي حد بيتابع الماتش شايف كده. الماتش كان سهل جدا جدا للنادي الاهلي، رغم احنا قلنا انه في غيابات هتبقى مؤثره حتى لو مش كاساسيين كبدلاء، لان احنا قلنا من قبل المباراه انه الراجل مثلا بيلعب اجاييه وكهربا كجناحين وما عندوش اجنحه تاني قاعده، هو قاعد بس بواليا ومروان، وبقيت كل الفرقه قلب دفاع ووسط مدافع، يعني في اربعه او خمسه يعني ياسر ورامي وديانج ومحمود وحيد ومحمود متولي كلهم مدافعين، وفي الجزء الامامي في بواليا ومروان بس، وبيلعبوا راس حربه صريح اللي هو في العمق. ايوه. فقلنا انه ممكن ما يقدرش اجايه وكهربا يكملوا المباراه، وده اللي حصل فعلا، ان هم امكانياتهم البدنيه مش هتسعفهم ان هم يكملوا 90 دقيقه، وده حصل. لكن مع كل ده انت بسهوله ضيعت اهداف سهله جدا. الشوط الاولاني ثلاث اربع اجوان خطيرين جدا، واحده لاجايه بدماغه بجوار القائم، واحده لقفشه، واحده لكهربا براسه ومسكها الزنفولي، والشوط الثاني وجبت جون بدري قوي. أيه. يعني حتى احنا توقعنا انه مستر موسيماني هيعمل تغيير في بدايه الشوط، انه يخرج كهربا او اجايه وينزل مثلا واحد زي بواليا. مظبوط. ما عملش كده، لكن سريعا ربنا اداك الهدف، سريعا جدا، هدف حلو قوي لمجدي قفشه. بعد كده تحس النادي الاهلي بيلعب لكن مش قارس انه يخلص المباراه، يعني بيقضي وقت يا اسامه. ايوه يعني احنا كسبانين 1-0، يعني كانوا مستسهلين الجيم مثلا، الماتش خلص ب 1-0، ما اقدرش اقول مستسهلين، بس يعني ما قرصناش القرصه اللي هي نجيب الجون الثاني، لان زي ما علاء وشريف قالوا
ما كانش فيه صعوبة ما كانش فيه صعوبة يعني المنافس مش قافل عليك لا الاطراف عند الاطراف عند هاني مفتوحة واطراف عند معلول مفتوحة وفي العمق قفشة وشريف بيوصلوا بيلعبوا يعني كان سهل تجيب الجون التاني طبيعي انه يعمل تغييرات هجومية لانه هو خلاص خسر طبعا الهدف اللي جه فينا مشكلته كمان جه متأخر يعني مزبوط. في الدقيقة 85 وحوالي حاجة و40 ثانية ومع ذلك يعني ناقص أربع خمس دقايق أنت في آخر كورتين كنت هتجيبهم بس هو الوقت كان ضيق طبعا الكرة يعني لعبة أخطاء يعني فيها أخطاء بتحصل ممكن جدا 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 كنت تطلع برضه كسبان 1-0 يعني رغم إنه طبعا مع احترامي الكامل علي لطفي جون هايل وعمل ماتش كويس النهاردة بس يمكن تقديره للكوره لما اتلعبت بالعرض كان سهل يطلع يتعامل معاها يمسكها او يلعبها بالبوكس هو وقف على خط المرمى ومفيش حد طلع يشترك مع كريم بامبو فده وارد في الكوره انه يحصل اخطاء وتيجي اهداف لكن يعني في النهايه انت كره القدم كده يعني احنا اضعنا فوز كان في المتناول جدا 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 يعني انا مش شايف اي خطوره كبيره لفرقه البنك الاهلي وانت في المقابل رغم ان احنا قلنا انت ما بتلعبش بالشراسة بعد الهدف انك تجيب الجون التاني وتخلص الماتش لان كان 2-0 كان الموضوع رموا الفوطة هم يعني لو كانت 2-0 لكن كرة القدم فيها كده وان شاء الله بإذن الله الماتشات الجاية تركيزنا يبقى اكبر يمكن احنا قلنا ممكن ماتش البطولة اللي احنا خدناه ممكن ما يكونش مؤثر لكن واضح برضو انه أثر شوية مع بعض اللعيبة اللي مشيت ما فيش شك ان هي أثرت مش في ان احنا نقدر نكسب او لا احنا نقدر نكسب بدونهم ولكن ليهم تأثير طبعا سواء في الملعب كبداية او كاحتياطي على الأقل يعني طبعا كابتن عادل نقطتين ضايعين في الصراع على القمة ومن وجهه نظري النتيجه تعتبر غير منطقيه بالنسبه لاحداث المباراه. طب بص يا كابتن خلينا نبقى صريحين شويه. اولا انت عندك مشكله في الاعداد النفسي بعد البطولات الكبيره بدليل انك بعد بطولتين افريقيا اتعادلت ثاني مباراه. ده في اعداد نفسي ما بعد البطوله. واعداد نفسي من الجهاز للاعبين ومن اللاعبين الكبار. الحاجه الثانيه المهمه حارس المرمى دائما حارس المرمى هو اللي بيلعب على طول فبعد حارس مرمى كبير زي الشناوي وبعدين يجي اول ما يلعب علي لطفي بيبقى بعيد شويه عن اجواء المباراه رغم انه عمل مباراه جيده النهارده اداء وكان كويس ومميز ولكن في حاجات صغيره كده جوه الجيم بتحصل الحاجه الثانيه المهمه بقى عندك مشكله عدم الحفاظ على النتيجة ناحية دفاعية خلي بالك البنك الأهلي ما عملش حاجة خالص بس كان عنده هجمتين صعبين جدا الكرة اللي اتقلشت من الولد مش عارف كان اسمه ايه اللي راحت قبل الهدف موسى ديار موسى ديار ده شطة ده أول مباراة أول الشوط الثاني لكن واحدة تانية أحمد ياسر بس كانت أوفسايد من الأول بس كانت أوفسايد بس عادل بيتكلم صح إن هي برضو خطر يعني هي خطر بس هي كانت أوفسايد طب ماتش بيراميدز لما ما قدرتش تحافظ على الهدف بص يا كابتن كتير قوي انك انت مش طول الموسم هتلعب مباراه جيده خلي بالك ولكن وانت مش جيد لازم تكسب المباراه يعني انت ضاع منك بونتين صعبين انا من وجهه نظري في صراع الدوري طبعا ليه؟ لان لما بتيجي تحسب الفرق اللي انت تاخد منها بنقط والاحتمالات ان هي تضايقك شويه في البنات هتلاقي البنك الاهلي بعد عنهم خالص في حساباتك انت مش منهم ومش منهم خالص المهم في الامر ايه انك انت لما بتاخد بطوله وبتطلع بعد البطوله على بطوله اخرى ويمكن ده انا قلتها لك كابتن في الاستوديو قبل في بدايه الاستوديو قلت لك مشكله النادي الاهلي في الوقت ده التغير من الفصل. افريقيا للدوري ودي حاجه فيها صعوبة مع عايزة خبرات كبيرة من اللاعبين. الحاجة التانية رتم اللعب بتاعك النهاردة مكسور. ليه؟ لأن في عناصر مهمة كانت عندك. من أول محمد الشناوي كعنصر حارس مرمى
الى طاهر محمد طاهر اللي بدا يلعب ويبقى اساسي في الفتره الاخيره ويبقى ضلع كويس في الفرقه، الى اكرم توفيق اللي بقى نص دفاع النادي الاهلي بيشيله اكرم توفيق من الناحيه اليمين. اكرم توفيق بقى وصل لحاله جيده قوي في كره القدم. انا مش هقول لك ان دول بعضهم ومشهم ممكن يكونوا يخسروك مباراه انت النادي الاهلي، ولكن طبعا يبقى قادرين على ان الريتم بتاع لعبك بيتغير. ايوه. فالمهم انك انت لما تكون بدات تلعب مباراه تجاريه انك تكسب الثلاثه بونت زي ما احنا اتفقنا، يجب انك انت الوقفه بتاعتك تتغير في الناحيه الدفاعيه، طريقه حماس لعب لعبتك بيبقى فيه ذكاء شويه، ما يبقاش 2 على 2 بعد ما الهدف يجي عليك في اكتر من كوره 2 على 2 ودي في حد ذاتها مش جيده يعني. لكن في الاخر اقدر اقول لك هارد لك لعيبه النادي الاهلي، لسه مفرحينك ببطوله افريقيا العشرة. الموضوع يعني 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 ادينا شايفين احنا بنضغط ماشي اوكي، شغالين كويس اوكي. ده ملخص اكيد ده ملخص دي الكره طلع علي لطفي. ده ملخص الماتش بتاعي طلع علي لطفي دي علي لطفي عمل هايله علي لطفي. لكن بقول لك يا كابتن في الاخر احيانا الدوري بيبقى 34 اسبوع بتلعب منهم حوالي 30 اسبوع كويس، ممكن اربع مباريات تبقى انت في الاوف دي بتاعك يعني او بتبقى مش في يومك. أيوة. اوكي. لكن ما يبقاش في ماتشات زي البنك الاهلي. يمكن البنك الاهلي خد منك السنه دي 4 بونت، خلاك خسرك 4 بونت، ودي حاجه يعني تنذر بخطر عليك يعني ك ك كفرقه بتسرع في الدوري يعني. أيوة. ولكن في الاخر انا كنت عايز اقول ان احنا قادرين. ايوه. احنا الى الان نكسب المباريات بتاعتنا كلها هناخد الدوري بدون اي كلام. فاحنا مش هن يعني ما بنزعلش قوي، اللعيبه دي فرحتنا واللعيبه دي كويس ونتعلم منها، لان الفتره اللي طبعا فاتت اتعلمنا من التعادل بتاع بيراميدز، نزلنا كسبنا اربعات وخمسات وان شاء الله ده اللي يحصل ايام الجايه. مظبوط. كابتن شريف، يمكن الكابتن عادل تطرق للنقطه اللي هي التعامل النفسي قبل الماتشات دي. دلوقتي انت في الصراع القمه فقدت نقطتين، فالفارق بينك وبين المنافس هيبقى بس مواجهات مباشره لو انت كسبت الماتشات المتاجله، ولو هو كسب المواجهه الفتره اللي جايه ليها تعامل نفسي خاص مع اللعيبه اللي هتلعب 3 ماتشات في 8 ايام. بص ايمن، مما لا شك فيه الغيابات اللي حصلت دي مأثره عليك في شكل الملعب النهارده. ما هو خلي بالك الغيابات دي هتستمر الفتره اللي جايه برضه. بس الشكل اللي احنا استفدنا النهارده بشكل ازاي نتعامل بقى، يعني انت يوم عن يوم لما تبقى في الملعب بتكتسب لياقه بدنيه، بتكتسب شكل احداث حصلت قدام كره زي دي مثلا، دي اللي قبل الجول بتاعنا مباشره، قبل ما احنا نجيب جول في ثانيه قبلها على طول ده الجول. الجول بتاعنا اهو. فالحاجات دي اللي انت شايفها دي المواقف اللي احنا بنتعرض ليها او احنا بنبقى موجودين فيها بنحرز منها اهداف او الشكل التجاري اللي احنا اتكلمنا عنه كلنا ان احنا عايزين وقت يعدي واحنا كسبانين 1-0. اذا في سبب سبب جوهري موجود في الملعب النهارده، ان اللعيبه دي حاسه ان مش الامكانيات. حتى محمد شريف النهارده تحركاته عشان يبان لقفشه او يبان لاي حد جاي من الخلف يقدر يمرر له كوره زي ما حصل قبل كده وكنا متفوقين شكلا و يعني واهدافا، خدت بالك نقدر نجيب 1 و2 و3 و4 في كل كره بنروح ابيعها على الجول. أيوة. لان كان بيبقى في تحركات وفي تحرك زياده عدديه لكل واحد معاه الكوره. أيوة. يعني بص الكوره دي يعني التحرك نفسه او القرار نفسه، الراجل اللي جاي معاه الكوره في الماتشات اللي قبل كده كان بيبقى 2-3. ايوه. بيبقى سهل قوي انك انت تمرر لاي حد، تبقى سهل كوره زي دي هنشوفها بعد كده لان هي غريبه جدا. هو ده تاني ما بصش خالص، ده لعبها على المغمض. اولا دي شوف لونج باص منين، لازم حارس المرمى شايفها جاي لازم يطلع يبقى في خط السته معاه، ده نمره واحد. نمره اتنين في وسط ثلاثه استحاله تصدق ان في كريم بامبو مش طويل قوي ان هو يطلع بالتيكوف ده وياخد منه ياخد من الثلاثه الكوره. فدي انا دايما بقول قدر الله ما شاء فعل انك انت الحاجات دي بتتعرض لها، تعرض لها بدري، ما بتبقاش حاسمه. أيوه. ما بتبقاش قراريه، ما بتبقاش هي دي اللي ضيعت منك الدوري يعني. انما اعتقد ان الجهاز الفني زي ما انت بتتكلم كده وبتقول الشكل النفسي هو شكل تفسيري، خدت بالك. شكل مش تكتيكس يعني، شكل الروح. أيوه. انا بسمي الروح دايما في الملعب هي اساس كل حاجه. هي اللي بتديني الاستناد على الهدف الثاني.
وكل الماتشات اللي جايه على فكره. ايوه لو لعبت بنفس الشكل ده وجبت جول وما حافظتش عليه الفريق الثاني بيبقى معاك في الجيم. ايوه بيبقى عنده فرصه انه يتعادل معاك. انت الفوز بيبقى واحد واثنين وثلاثه و اللعيبه ما تسرحش في الملعب. اللعيبه ما تتكلش يعني خط الدفاع بتاعك ما يتكلش على نص ملعبه. ايوه ونص ملعب ما يتكلش ان انا بخلص الكره بقى بديها لقفشه يلا اتحركوا لقفشه عشان نقدر نعدي. لا ده كله بيبقى منظومه واحده كله بيتحرك واحده واحده. أيوة. ما تديش مساحات لاي حد. أيوة. ادام اديت مساحه مرتين ثلاثه النهارده في المباراه كانوا هيجيبوا فيك اجوان. أيوة. هم الثلاث مرات اللي راحوا مع الكره واحده صدها علي لطفي كويس قوي وواحده الثانيه راحت شاطها دواره من جنب العارضه والثالثه جول. ايوه فهم الكره هدف واحنا متفقين ان الهدف يبقى غلطه مظبوط مش هينفع بعد كده غير هو مش شكل نفسي صحيح. هو شكل اداري من المديرين الفنيين اللي موجودين والتحليل اللي بيبقى قاعد انت اخطائك فين انت وقفتك ازاي. أيوة. وما تنساش النهارده عندك لعيبه اول مره تلعب يعني ترجع راجع من اصابات وراجع ما موجوده في الملعب النهارده اكيد دي الضريبه. أيوة. بتاعت عدم وجود اللعيبه الاساسيين بتوعك. بس العامل النفسي عامل مهم جدا في التعامل مع الماتشات اللي زي دي يا كابتن. بعد الشكل والخبرات اللي انا شفته في الضغوط النفسيه اللي انت تعرضت عليها في خمس بطولات وبطولات مش سهله منهم كاس عالم الانديه تلعب أيوة. مع فرق مختلفه الشكل والقيمه وكل حاجه اعتقد ان خلاص بقى انا كل اللعيبه عندها خبرات تقدر تحدد الشكل اللي جاي في شكل الدوري. انا مش هقدر اقول لك نفسيا انا خدت بطوله افريقيا ودي حاجه مش سهله. ايوه ضغط بطوله افريقيا والضغوط كلها انك بتطلع دوري وترجع بعد ثلاث ايام تلعب افريقيا وبعدين ثلاث ايام تلعب دوري دي برضو كلها حاجات في الحقيقه يعني صحيح. انا نفسي وانا بلعب ما تعرضتلهاش. ايوه فكتر خير اللعيبه وانك تتعادل ماتش دي مش نهايه لا المطاف. لا مش نهايه المطاف طبعا لا مش نهايه انما انا اقدر اقعد اتكلم مع كهربا اقعد اتكلم اشوف اجايز ازاي رجعوا اليومين دول نتكلم عليه فنيا فعلا الشكل ده تقدر تلم الناس بتوعك. أيوة. نفسيا بقى بدنيا اعداد نتلم بعد على قرار واحد ان احنا باذن الله ما نفقدش اي نقاط يعني اتمام. النتيجه محبطه بس زي ما قال الكابتن سوري الكابتن علاء عادي عادي لا 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 انا برضو كمل ما استنى واحد لا 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 كابتن علاء هي النتيجه محبطه ولكن انت قلت حاجه ان انت ممكن حتى في الشوط الثاني فريق قدامك ملوش انياب كان ممكن سهل جدا تطلع الماتش 1-0 وده اللي انا توقعته على فكره يعني انا توقعت ان هو بعد ما احنا جبنا الجول والفريق اللي قدامك ما بيعملش خطوره عليك يعني تحس ان هو مستسلم فمستني الهدف الثاني انت ما جبتش الهدف الثاني ولكن كان من الممكن الماتش يخلص 1-0 وتبقى كسبت باقل مجهود الثلاث نقط وانا كنت هقول ساعتها هو ده اللي كان النادي الاهلي عايزه عايز الثلاث نقط باي طريقه وخلاص ما كانش ممكن وكان من السهل كان من السهل طلع مباراه كده كويس ايه السبب ان انا ما طلعش مباراه بص يا في اوقات ممكن تادي كده حلو كويس بس ذكائك كفريق انك ممكن تبقى في اسوأ حالاتك البدنيه كمان ما تلعب فريق زي البنك الاهلي تخرج بالنتيجه اللي انت عايزها 1-0 وتخرج المباراه بطريقتك انت مظبوط 1-0 ايمن انت ما عليكش ضغوط ما فيش ضغوط يعني البنك الاهلي من بدايه المباراه لنهايتها انا اتحدى جيبوا لي لقطه ضغط حصل واحد على واحد مش هقول مثلا ما حصلش خلاص من الماتشات اللي تزعل انت جاي من بطوله افريقيا انا مع اللعيبه طبعا بعد مجهود وضغط نفسي وبدني وكل حاجه انك شايف كان بيتكلم وكسبت الحمد لله وفرحت حتى لو زودت فرحه شويه تستاهل ان ده 10 حاجه مش سهله عشان بس في بعض البهوات هيطلعوا يتكلموا خليكم اقعدوا على جنب دلوقتي ما تعرفوش عن ايه فرحه البطوله 10 صح كويس انا معاهم اما رجعت حتى هنا القاهره برضو في لسه فرحه ونشوه مع ان الكابتن الخطيب اتكلم وهو عارف على فكره دايما ما هو اصل يعني كابتن الخطيب عشان مرينا بالحاجات دي كتير قوي صحيح. بيبقى في حاجه ان هو شايفها ان بعد فرحه كبيره دي قوي ممكن يحصل تعثر بس ذكائك يا ايمن في عز تعثرك وتعبك وفرحتك وانت بدنيا تعبان تقدر تطلع الشكل تاخد الشكل اللي انت عايزه الشكل اللي انت كنت محتاجه النهارده ايه ثلاث نقاط مكسب بس ثلاث نقاط بس مش اكتر من كده هو ده المطلوب النهارده مظبوط وحظك الحلو او يعني ال- 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 الترتيب الدوري جاب لك فريق كويس على قد حالتك البدنيه والنفسيه
اللي انت فيها. يعني كان ممكن النهارده تلاعب فريق من اللي هو فريق شرس دفاعيا كان هيضايقك جامد بقى، كنت هتتعب بجد. لكن فريق جالك كويس يعني، مفيش ضغط دفاعي مش بيضايقك، ما حتى الشكل الدفاعي مش موجود، مفيش اي مضايقه، حتى الضغط الهجومي بيعمل لك هجمات مش مؤثره. يعني الشوط الاول ما اعتقدش في حاجه جت لعلي لطفي غير الكره طلعها، ودي كانت في بدايه الشوط الاول، في الشوط الاول وخلاص على كده. جبت الـ 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 الامور مشيت معاك كويس انك جبت هدف في الشوط الثاني. لازم انت الامور مش تبقى معاك، استغل الموضوع، انت استغله كويس كمان. انك 1-0 وانت عارف ان انت بص يا كابتن كلامك من اللي انت بتقوله فعلا. بص شكرا يا جماعه، شكرا يا زجالو. يعني دي لقطه ايمن، بص انت ماركو، بص يا ايمن اللقطه، يعني ده كرة مع علي معلول، يعني حتى علي لو مشي كمان مش هيحصل حاجه، لان المساحه عنده كبيره جدا. بص اي لعيب احمر يعني، بص ده استلم مفيش حد، يعني الراجل بيرجع، يعني الراجل بيرجع مش يعني الراجل بيرجع مش رايح بظهره. مظبوط. هنا 2 مع 2 2 مع 1 هو اللي استلم، راحت لواحد. بص يا ايمن، اي كره هتروح لواحد احمر مفيش رقابه عليه، مفيش اي مشكله خالص يعني. صح. حتى بص لعيبه النادي الاهلي لما لقت المساحات زياده بقى بيلعب فين؟ في 6 يارد بتاع الانتاج الحربي. مظبوط. ده فريق، بص كل كوره واحد لواحد الهدف كمان. بص التمركز يعني بقى. بص هنا يعني ده الجول ايمن، دي المفروض هجمه صعبه جدا على البنك الاهلي. بص خلي المنظر ده شويه يعني. بص اجايه بيلعب الكوره، بص كام واحد باصص على اجايه، بس انا مش بقول لك على باصص على اجايه كويس، 5 واحد ورا الخمسه فاضي، واحد وواحد بين الاثنين فاضي، والكره اللي هتروح عكسي فاضي، هتروح كره لمحمد مجدي هيروح له كره فاضي. فانت بتتكلم فيها ايمن، بص صح، ممكن تجيبها لنا من الاول، معلش هات لنا من الاول تاني. ده يعني هو بس من بدايه الهجمه، ده الرسم للهدف. بص كام واحد من البنك الاهلي، وبص كام واحد من الاهلي كمان، يعني صح. انت عندك كثافه هجوميه كتير قوي، لانك المساحات موجوده وفريق ما بيضغطش عليك. يعني من بدايه الكوره من علي معلول، بص ده الهدف خلاص. بص يعني لو غيرت السيناريو بقى ايمن، يعني ده الهدف تاني. بص ادي البدايه يا كابتن. بص يا كابتن اقف هنا، اقف هنا، اقف هنا. بص ده يعني ماشي منين علي؟ عادي عادي، علي ماشي من بره، من بره الاستاد. كويس. بص علي، بص المساحات اللي بين لعيبه الانتاج الحربي. كويس. بص اما علي باص للكوره البنك الاهلي، بص علي ما باص الكوره جايه، بص الباك هيعمل ايه؟ رجع. يعني الطبيعي ان هو يقدم، راحت بص هنا فاضي، هتروح محمد مجدي فاضي. بتلعب ارتياحيه يعني، مفيش ده ارتياحيه، دي كلمه انت يعني كويس فيها، ده مفيش حاجه خالص. بص يا ايمن عايز يعمل انت في سكسار، راحت تاني، رجعت عمرو السوليه، هتروح ده جاي فاضي، لعب الكره بالعرض لكهربا لمحمد محمد مجدي، هدف في وسط كام لعيب من بنك الاهلي؟ 7 أو 8. بص هدف خلاص. صح. فانت ضيعت ده اللي انا بتكلم فيه ايمن. بعد الهدف ده انت النهارده مش في احسن حالاتك على فكره، ومفيش فريق في العالم بيحصل له كده. بس ذكائك انك تخرج بالهدف اللي انت عايزه، الهدف اللي انت عايزه الثلاث نقاط. بعد كده انت طبيعي هتاخد وقتك وهتهدى، وهيحصل كلام من مستر موسيماني على الحاله اللي احنا فيها، ويبدا لم تاني، ويبدا الضغطه بقى بتاعت ايه؟ ضغطه كلام، مش اخطاء ملعب، ضغطه كلام. يبدا يتكلم يخوف انها مش عايز اضيع النقاط. لازم يعني بعد 1-0 كنت اتمنى المفهوم يوصل للعيبه ان انا حافظ. مظبوط. على الاداء ده، حتى لو مش اداء كويس قوي، حافظ على الاداء ده. عندكش حاجه تخوفك، ما عندكش. ما هو بالظبط يا كابتن شريف، مفيش حاجه تخوف. مفيش يعني مفيش ضغط هجومي. أيوة أيوة. مفيش ضغط دفاعي. فانت لو انا كنت اقوم اتكلم، لازم لعب تجاري ايه؟ صح. اضيع الوقت والكره معايا اقل مجهود، استحواذ سلبي. أيوة. سلبي ما يفرقنيش معايا. انا عايز وقت ما الحكم يصفر انا اخدت الثلاث نقاط اللي انا بدور عليهم. مظبوط. بغض النظر عن شكل ايه النهارده، ما فيش فريق في العالم بيكسب المباراه كلها وشكله حلو، لكن الدوري بيكسب، مفيش كده، مفيش كل مباراة خالص عادل، لكن في ذكاء ملعب. بايرن ميونخ خدوا كاس اوروبا ونزلوا تعادلوا برضه. مباراه زي دي ماشي. احنا بيبقى في حاجات غصب عن على الواحد داخل الملعب. انا عارف، بس مش بالشكل ده، بس مش بالشكل ده النهارده. اصل انا بتكلم على الشكل ده يا كابتن شريف، يعني مع الاحترام الكامل للمره الثالثه للبنك الاهلي، مفيش ضغوطات عليك. انت حتى بتقول بايرن ميونخ، حتى فريق بيلعب بايرن ميونخ هتلاقيه كان بيدافع انت مفيش حاجه ضغوطات، نزلوا تعادلوا 2-2 كويس. فاللي كان يحصل النهارده بمنتهى الهدوء، المباراه دي تخلص، عارف انت، والناس واخده بالها، 90 دقيقه تعدي ب 1-0
بثلاث نقاط. من بكره نبدا بقى الكلام والشده الصح. الغريبه بقى ان احنا نوهنا عن اللي ممكن يحصل ده. ما احنا قلقانين لان حصل لنا مشاكل. احنا قاعدين يعني احنا قاعدين خدت بالك بنتكلم في الكلام ده وقلقانين منه يحصل. اصله حصل قبل كده يا كابتن. وحصل قبل كده واللعيبه عندها نفس الشكل وعندها نفس الاحساس. مش احنا قاعدين بره يا كابتن شريف احنا شايفين شايفين الشكل يعني واضح واضح قوي لكن كان لازم يحصل الكلام ده. يا جماعه نخلي الكره في رجلينا نضيع الوقت. ثلاث نقاط ناخدهم من بكره نبدا نتكلم عن مباراه قادمه والشده والفرحه تتنسي وانتهينا ان احنا عندنا بطوله الناس مستنياها وجماهير النادي الاهلي صحيح. مش مستنيه منك حاجه واحده بس مستنيه منك بطوله كل البطولات كل ما عامه هي البطوله الدوري لكن صح. خلاص النهارده حصل يعني هو انت النوم النهارده انتهى بالشكل ده خلاص انتهى على كده في اخطاء كتير ممكن مستمرين نتكلم فيها لكن النهارده اهم حاجه طلعوا بيها لعيبه النادي الاهلي 1-0 دي نتيجه مش معترف بيها 1-0 في امكانك تجيب خمسة هات الخمسة وبعدين بقى كده لازم ده لازم بعد كده كابتن اسامه يمكن الكابتن علاء قال حاجه مهمه جدا اولا طبعا هو انك تفقد نقطتين في الصراع دوت يعني تزعل واكيد الناس زعلانه ولكن مش عايزين نقصه برضه على اللعيبه لان في امور يمكن دايما بتحصل لنا بعد البطولات من ايامنا احنا ويمكن قبلنا كمان غصب عنك بيبقى في نوع من انواع الاسترخاء زائد الغيابات زائد الضغوط اللي عليك ان انت مش عايز تفقد نقاط ولكن الشكل اللي كان موجود الشوط الثاني كان افضل من الشوط الاول يعني احنا قلنا الشوط الاولاني يمكن ضاع كده ما شفناش مثلا غير كورتين ثلاثه منهم واحده بين ثلاث خشبات ولكن الشوط الثاني اسباب التعادل اسباب التعادل هل ترجع ل ما هو في خبره بين الفرقتين بصراحه هل ترجع لمثلا تقصير من لعيبه النادي الاهلي اللي كانوا موجودين في الملعب انت ممكن انت لعيب في فرق بين لعيبه النادي الاهلي معلش مع احترامي ولاعيبه البنك الاهلي كويس انت كان ممكن بكل سهوله تطلع الماتش 1-0 مظبوط صح كويس قوي اسباب التعادل الشوط الثاني برغم ان انت كنت راكب الماتش و مش عايز اقول لك ان الفريق الثاني اقصى اماله التعادل لان هو تقريبا زي ما قال الكابتن علاء ما لعبش حتى على التعادل. يعني اسباب كثيره انت قلت يمكن واحنا السؤال ده برضو اتسال قبل المباراه ما تبتدي هل ممكن يحصل حاله استرخاء؟ قلنا احيانا بتحصل قلنا هنا في النادي متعودين ان احنا نخرج من بطوله لبطوله لكن بتحصل. لعيبه بتكون الفرحه بالبطوله وبعد التعب ده كله لعيب ذهنه بيروح شويه بيتشتت ممكن لكن في احداث اللقاء رغم انه في ناس بعيد عن مستواها نسبيا في ناس اللي ما كانتش بتشارك بصوره كبيره واضح ان الحاله البدنيه والفنيه بتاعتهم مش كبيره وقلنا انه ممكن ما يقدروش يكملوا ال 90 دقيقه ويحصل تغييرات يعني احنا كنا متوقعين من البدايه انه في ناس مثلا زي كهربا واجايه بقى لهم فتره ما بيلعبوش فترات طويله وهم الاثنين تقريبا اللي بس على الاطراف في المجموعه قلنا ما هيحصل ما يقدروش يطلعوا ال 90 دقيقه كلها يطلعوا اقصى ما عندهم بعد كده ناس ثانيه تنزل يمكن بس الجون هو جايبه بس علق عليه سريعا قبل ما ماشي بص هو طبعا هي اتعملت لعاصم صلاح وعاصم صلاح بيرفع كويس هو بص مش طبعا لما انا اتكلم على علي لطفي او علي معلول ده مش معناه ان احنا بنقول احنا بنحل الخطا لكن الاثنين عملوا ماتش كويس هو لعبها من ابعد نقطه ما انا هقول لك بقى ما انا هو بيلعبها من ابعد نقطه لما يلعبها من ابعد نقطه هنا انا ما بقاش على الخط مظبوط علي لطفي بس هي الصوره مش واضحه هنا مفروض يبقى طالع خطوتين جوه بص كمان طلع ورجع تاني كان لازم يبقى قدام كان لازم ممكن يبقى ممكن نرجعها تاني يعني بعد انا عايزه بس نرجعها تاني بعد اذنك نرجعها تاني بدايه اللعبه ما انا ايوه ما أنا لا كمان كمان لا رجعها من كانت لما كانت على رجل لما ايوه لما كانت لما توصل لاخر اثبت بقى هنا اثبت طيب في حاجه هنا يا كابتن ما كانش ممكن ان هاني يضغط عليه احسن من كده ما لحقش لما اتلعبت من تقريبا اللي لعبها له محمود سيد ولا لعبها له
متطرفه قوي، المسافه بينه وبين هاني حوالي 10 يارده، لان او 8 يارده. هو كمان لحق بالعافيه يعني، هي صعبه، هي صعبه على هاني. طيب التمركز هنا، ما انا هقول لك في، لا من لعيبه الاهلي جوه 18، ما انا هتكلم على دول. بس انا بتكلم بدايه، انا ماشي. بقول لك ليه، لما تكون على الكره خلاص، لا يعني جايه على تقريبا، هو لعبها على على خط المرمى، على خط المرمى، لازم علي ما يبقاش على خط المرمى زيه، لازم يبقى طالع خطوتين، لان هو عمره ما هتيجي في الجون، لازم يبقى طالع خطوتين جوه الستة يارد، يعني ياردتين او ثلاثه كانت بسهوله يطلع ياخدها في الهواء. هو اللي حصل طبعا، يعني هو لو قدام شويه كان طلع خدها بسهوله، او طلع خدها بالبوكس، يكمل هو رجع لورا على الخط، طلع ورجع تاني. دي اول خطا ارجعها بقى تاني، ارجعها تاني بعد اذنك، الخطا بقى اللي انت بتقول عليه. ماشي، هنا اعتقد معلول هو لا اللي قبل معلول اللي ورا بنون واقف صح، لان ممكن يقطع من الاولانيه ده ما فيهوش مشكله. وايمن ده ايمن اشرف، شايف الرقم 9 اللي هو شرويدة، ما فيش مشكله لو اتلعبت لشرويدة يقطع معاه. هنا بقى علي معلول اللي كان مفروض يتابع كويس مع كريم بامبو، لما قطع بعد ايمن اشرف علي معلول رايح متاخر في التغطيه، كان لازم يبقى جوه يعني. علي معلول كان لازم يبقى جوه. ايوه، فهي الخطا مشترك بين شويه علي لطفي وعلي معلول، لكن ده وارد في كره القدم طبعا. يعني هو اكبر خطا منهم هما الاثنين، مش من بنون ولا ايمن اشرف. لكن كره القدم فيها ده، وبيحصل اخطاء يعني. فانت بتتكلم على نقطه كمان قبل محل الهدف، انت كنت بتتكلم على جزئيه المحافظه على المكسب. احنا خسرنا ليه؟ قلنا انه عدم استغلال الفرص. عدم استغلال الفرص اللي ضاعت مننا. في كم اكتر من فرصه، احنا جبنا الجون في الدقيقه 47، في كذا فرصه كانت ممكن تستغل ويبقى 2-0 وينتهي اللقاء لو وصل ل 2-0. دي واحده. الحاجه الثانيه، الخطا اللي حصل في الهدف، لانك انت ممكن كنت تحت يعني، هم ما لهمش هجمات خطر كتير، بس وارد ان اللاعب بيخطا. وكره القدم زي ما فيها مهاره من المهاجم فيها خطا من المدافع، فدي نقطه. الحاجه كمان اللي ما كانت موجوده، ان احنا كنا فاتحين الملعب قوي. ايوه، يعني ما كناش في وقت معين لمين مضيقين المساحات في الدفاع. بص يا كابتن اسامه هنا. أيوه، برضو هم كمان كانوا فاتحين الملعب قوي. ماشي، ما هم يعني سبحان الله، ما هو دي النقطه اللي احنا بنقول على هم ما ضايقوناش في حاجه. الملعب مفتوح من الاطراف، من ناحيه معلول ومن ناحيه هاني ومن ناحيه، ما كانش فيه مشكله خالص. بص على الهجمه، ده موقف هجومي من النادي الاهلي. بدات الكره ان احنا خدنا الكره في نص قدام ال 18. اي مظبوط، وعملنا هجمه كويسه قوي. وفي تحرك كويس. الكره لو اتلعبت في الحته الفاضيه لشريف كمل الكوره. طبعا طبعا، لو اتلعبت مره واحده لشريف كده على الارض كان هيروح انفراد، كان هيعمل الجول. هو حب يعملها تاني، بس كان توازنه اختل وشريف ما اتحركش، وقف، كان المفروض يتحرك فيها. فيعني خطا مركب بين مجدي وشريف. لكن انا بقول لك عدم استغلال الفرص. ايوه، خطا الهدف اللي جه، وده وارد في الكوره. الحاجه الثانيه، احنا ما كناش في اخر 5-6-7 دقائق، احنا كسبانين 1-0، مش قافلين المساحات كويس كدفاع. يعني الملعب اتفتح بين بدر بنون وايمن اشرف وبين الاخر ناس اللي هم بواليا ومروان. صحيح، ومروان محسن. فنص الملعب بقى مفتوح بيننا وبينهم كتير قوي. انت جريتهم وسائل نفس تذكيرهم. صحيح، يعني المفروض ما تجريهمش. أيوة، يعني هو بيدور على تعادل ويعني بيحاول. صح. صح. انت تفكيرك غير، انت عايز تحافظ على الخمس ست اللي بتتكلم عليهم. صح. وقفل مساحاتك وطلع الماتش كده، وخلي الكوره معاك. في كمان حاجه انا افتكرتها، هو اسامه بيتكلم. دي واحده عادي، معلش. بعد الهدف ايمن، في حاجه حصلت لعيبه النادي الاهلي، يمكن هي دي اللي برده اثرت شويه. بقينا ندور على اللعب الصعب. اللي هو يعني قاتل، في حاجات فيها كوره، في حاجات شويه لعبه قاتله، فزلكه شويه، شويه كوره، حاجه صعبه. يعني مثلا كوره زي انت جبتها دي، كانت لازم محمد شريف من الاول وكده. صح، محمد مجدي لف تاني وعايز يلعبها لمحمد شريف. استسهال شويه الامور، يعني البنك الاهلي كمان خليك انت بعد الهدف، اللي هو الامور مساله وقت، استسهال. بص، مع ان المساحات موجوده، كل في يعني الكره تلعب اسهل من كده. ده بص، يعني كره طويله ضربت كام لعيب؟ ضربت يعني 6 لعيبه، كان بيحلها 7 لعيب. يعني هنا كان لازم تتلعب محمد شريف. محمد شريف راح بوشه وحتته وبيعرف يتصرف هنا خلاص. ما لعبتش محمد شريف، كمل عادي كمل واخش لجوه، كمل كمان
بقى هنا هنا خلاص بقى محمد شريف ما ينفعش العب تاني ما ينفعش خلاص ممكن ابدا تاني عند اغيه جنبه اروح ناحيه تاني عند محمد هاني لكن استسهال الشكل ايمن خلاك بقيت دور على الصعب شويه بس هو خلي بالك يا كابتن علاء ما انا اي بص هي كابتن شريف كابتن هو الخصم الخصم برضو ادالك الحته دي انت بقى ايمن خليك ذكي هو الخصم ما بيلعبش على حاجه انت بتلعب على بطوله انا بلاقي خصم مستسلم ويديني كل حاجه انا لازم عندي حاجه اسمها ذكاء ملعب ان كل خلي الكوره معايا طول ما الكوره معايا هو استحاله هيروح لعلي لطفي ولا هيشوف الكوره ان هو كمان ما بيضغطش عليك لكن في يعني النهارده انت النهارده من غير زعل كده لازم ناخد الامور بهدوء النهارده حاله بتحصل عمرها ما هتحصل لك تاني بس الذكاء انك تاخد النهارده الأسوأ النهارده في اليوم ايه والاخطاء اللي حصلت في كل اليوم بقى على فكره مش في المباراه بس في كل اليوم من تفكير لبعد المباراه للهدف لبعد الهدف لنهايه المباراه اللي حسيت بالخطوره رحت هاجم وهجيبها هدف والتاني لو في وقت طب ما الهدف والتاني ده كان لازم بعد الهدف زي ما انا قلت هدف 2 و3 بعد حضرتك بعد كده عايز تلعب الصعب العبه عايز تلعب كعب العب عايز تعمل عايز تعمله مباح محدش هيتكلم معاك لانك اهم حاجه ضمنت الثلاث نقاط اللي انت كنت محتاجهم او بتدور عليهم صحيح كابتن عادل يمكن انت توقعت والنادي الاهلي راكب الجيم الشوط الثاني توقعت ان البنك الاهلي ممكن يجيب فينا هدف تعادل في الدقيقه الاخيره ده حقيقه قلت لك الوقت كان في غيابات فاحنا بنقول ان الغيابات او انت قلت ان الغيابات اثرت بعض الشيء على النادي الاهلي واداء النادي الاهلي طب الفتره الجايه نفس الغيابات موجوده اوكي كويس قوي انت النهارده فقدت نقطتين مش عايز تفقد نقط كمان ايه اللي يطلب من الجهاز الفني الفتره الجايه واللعيبه علشان يفضل فارق زي ما هو كده دلوقتي بيننا وبين نادي الزمالك كويس يا كابتن السؤال ده قوي ليه لاني اللي زعلني النهارده زعلنا كلنا ان اللعيبه يا كابتن ايمن اللي دائما ما بتشاركش بشكل مؤثر في بطوله كبيره زي بطوله افريقيا مش اساسيين لما بتجيلهم فرصه بيمسكوا فيها بمعنى وانا قلت ده قبل في بدايه الاستوديو قلت فرصه كبيره قوي للاعبين اللي هي ما كانش بتلعب كاساسيين يرجعوا اللعيبه الاساسيين من الاولمبيات يلاقوا انه مكانهم محفوظ وممكن ما يلعبوش زي اكرم توفيق لما اكرم ساعد نفسه كتير قوي وبقى اساسي وبقى جه محمد هاني خف شويه يعني محمد هاني خف وبدا يلعب اكرم توفيق اصر انه يلعب قبل نهائي ونهائي عشان مسك في الفرصه ايوه فاللي انا عايز اقوله لك كابتن النهارده اعداد النفسي بتاع اللاعبين ارجع واقول لك الاعداد النفسي بتاع اللاعبين مهم جدا في ناس مش فاهمه حاجه في الاعداد النفسي والحاجات دي مهمه جدا ازاي ان انا اعد اللعيبه نفسيا في مباراه بعد بطوله ايوه احكي لك موقف بتاع قبل كده كان في مدرب عندنا كبير اسمه مانويل جوزيه طبعا كان بعد كل بطوله قويه تبص تلاقي حادث بيحصل في الاوضه في اوضه اللبس ايوه وائل جمعه يروح سلال القطري عصام الحضري يتشال منه كابتنه يعني انا عايز اقول لك انه طريقه ما تشد الفرقه بتاعتك شدله فاهم انت فاهمني يا كابتن صحيح اللي انا بقوله الفتره دي انت لو ساعدت اللعيبه دي ودوست عليهم شويه علشان البناط اللي جايه مش هتستحمل يداع منك خلاص كده لا انت عندك مشكله كبيره كمان ايه هي الخصم اللي دائما بيلعب ضدك وبينافسك على الدوري وبيخاف منك انت لما تقرب منه مظبوط لما بيلاقيك بتبعد هو بياخد الثقه ايوه ان هو ما عندوش ثقه في نفسه هو ثقته ان انت اللي تقع مش هو اللي يكسبك او مش هو اللي يكسب ان انت اللي تفقد ابنك كتير فالايام اللي جايه دي محتاجه منك كلاعيبه النادي الاهلي اللي هم اللي انت السؤال اللي انت قلته يا كابتن ايمن ان برضو عندنا غيابات ان دول يثبتوا ذاتهم كل اللعيبه اللي ما كانش بتلعب هاني اجاييه كهربا الناس دي لازم يثبتوا ان هم بيكسبوا النادي الاهلي يعني النهارده اللي احرز لك الهدف قفشه
اكتر من فرصه الاجايه واكتر من فرصه الكهرباء ان هم يحرزوا اهداف. برضو تحس ان في تقل شويه وفي يعني عارف الحته البدنيه مش جيده 100%. عندك الفرصه المباريات الجايه تثبت نفسك. اللعيبه اللي جايه من بره هتيجي مجهده لانهم طالعين من بطوله كبيره. انت مش معناه انك هيغيبوا 3 ماتشات بس يا كابتن ايمن. صحيح. انت ممكن تتوقع اصابه لا قدر الله. مظبوط. ممكن تتوقع اجهاد وسفر فهترجع. علشان كده عايزك انت تبقى اساسي. صحيح. عايزك انت لانك لعيب غالي، انت مش لعيب قليل. صحيح. كل لعيب بيلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي زيه زي كل اللعيبه اللي موجوده. ما عندناش اساسي وما عندناش احتياطي. مظبوط. عندنا بس ايه؟ جاهزيه. تبقى عندك جاهزيه. لكن انا الصراحه من اكتر الماتشات اللي حزنت فيها. صحيح. المباراه دي. صحيح. لان المباراه دي سهله للغايه. مظبوط. ومش معناها ان احنا هنتكلم وحش على لعبتنا، بالعكس. لا لا لا. احنا بنساندهم طبعا. لا بس لازم تشد عليهم شويه. أيوة. لازم اللعيبه تعرف حاجه مهمه. صحيح. لازم تعرف ان اخذنا العشرة مبروك علينا، لكن احنا لازم ناخد الدوري كمان. مظبوط. لازم يعرفوا دي. احنا نادي اتخلق علشان يكسب بس، دي حقيقه. أيوة. يعني حته ان مش هنكسب على طول، لا لا هنكسب على طول ولازم نكسب على طول ولازم ناخد بطوله الدوري. صحيح. ان شاء الله يعني من غير ما اقطع لازم يموتوا نفسهم، مفيش بونت يطلع. احنا افضل فرقه في افريقيا، احنا مش في مصر. صحيح. فانتوا خلي ثقتكم في نفسكم كبيره قوي. مزبوط. انزلوا العشر مباريات، عندنا 10 مباريات يا كابتن ايمن ان شاء الله باذن الله. 30 بونت يجوا ان شاء الله، مش هنسال على نتائج ان شاء الله. والله لو كسبت 5 6 ماتشات ورا بعض اللي تنهي الدوري قبلها ب3 اسابيع 4. حصلت قبل كده يا كابتن عادل، وعايز افكركم بموسم كان موسم 95 96. طبعا زي ما قالوا الكباتن النقطتين فقدانهم مش نهايه المطاف. موسم 95 96 كان الفارق بين نادي الزمالك والنادي الاهلي اكتر من 11 نقطه، وكان المكسب بنقطتين بس. المكسب كان بنقطتين بس. النادي الاهلي قدر في نهايه المطاف انه يكسب الدوري بفارق 3 نقاط. ليه وانت بعيد؟ ما كانش اكتر. السنه اللي قبل اللي فاتت لو حضراتكم متذكرين نفس الموقف. ده سارتي مش كده؟ كان مدرب. السنه اللي قبل كان في 96 دي 7 لا 95 96 ده لسه زمان. من كم؟ من سنتين. من سنتين. حصل نفس الموقف. نفس القصه. فالنقطتين النهارده او الخساره بتاعت النقطتين النهارده ده يدينا دافع الماتشات الجايه ان شاء الله. في دروس مستفاده من ماتش النهارده اكيد مستر موسيماني واللعيبه هيتكلموا فيها، وده اللي هنتكلم فيه مع ضيوفنا ولكن بعد الفاصل. بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، تعالوا نروح سريعا نشوف المؤتمر الصحفي لمستر موسيماني وقال ايه بعد المباراه. If you look at the facts, you are right. بص الحقيقه حياتك عندك حق. حقيقي. Yeah. But that's football for you. دي كرة قدم بالنسبة لك. So probably we should correct that. بس ممكن نبقى نصلح ده. ممكن نصلح ده بعد كده. إن شاء الله. أسئلة؟ اتفضل يا فندم. Congratulations. طب حضرتك عايز صوتك من فضلك. Congratulations for winning the African Champions League. This is a big game. مش انا سامع حياتك، معلش ممكن تعلي صوتك من فضلك؟ ده في افريقيا ولا في الدوري فهم؟ The last games we don't keep the same level. Some games was very high level technically and some games is very low. We didn't keep the same level. Maybe because of the absence. No, we didn't play well. لا مش حكايه تباين المستوى، احنا النهارده ما لعبناش كويس. I'm disappointed with my team. انا محبط من فرقتي. Myself included. وانا كمان محبط من نفسي، انا برضو من فرقتي ومن نفسي كمان. We didn't play well. ما لعبناش كويس. It's not the last 5 minutes. مش فكره اخر 5 دقائق بس. The last 15 minutes. ولا اخر 15 دقيقة. We didn't have the game. ما مسكناش الماتش في ايدينا، خاصة في اخر ربع ساعة سيبنا الماتش يهرب مننا. But
You should have finished it in the first half. كان المفروض نخلص الماتش من الشوط الاولاني. We had all the chances in the first half. جات لنا فرص كتير اهدرناها في الشوط الاولاني. Football will always punish you if you don't take the chances. كرة القدم بتعاقبك لو انت ما ترجمتش فرصة جات لك لاهداف بتتم معاقبتك. اتفضل يا فندم. رؤيت what is your vision for the next level? You lost today two points. What is your vision for the rest of the games, for the competition, for the no, title? We have to fight for the Dari. كنا قاتل على اللقب. What else can we do? عندش حاجة تانية نعملها. We have to try and fight. نحاول ونقاتل ونحاول. It's not easy in our hands. دلوقتي بقتش سهلة بقتش في ايدينا قوي زي الأول. So, but that's football. بس دي كورة. But I don't know what's coming. بس مش عارفين ايه اللي هيحصل بعد كده. We might be in a better position, we might not. ممكن بعد كده يبقى مصلحتك بعد كده حاجات تحصل لمصلحتك او لا ممكن تعرفش. Until to the end because only God knows what's going to happen at the end. بس هو تقاتل لغايه اخر ماتش لان ربنا وحده يعرف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده في الاخر. انت مش ممكن تقول ممكن اقول ربنا هو اللي يعلم ايه اللي ممكن يحصل في اخر مسابقتين في اخر ماتش. اتفضل يا فندم. ده موجود طبعا في الكوره الافريقيه في تشامبيونز ليج النهارده النادي الاهلي شفناه يعني The level is not the same like the Champions League. Maybe because of absence for the play for the German Olympic national team. If I want an easy way out to make excuse, I can say that. لو عايز أطلع نفسي الموضوع بشوف الموضوع سهل العذر سهل أقول لك عشان لغيابات اللعيبة راحت المنتخب الأولمبي. But I'm not the coach who's going to make excuses. لكن أنا مش من نوعية المدربين اللي بنوجد أعذار بدور أعذار. And blame the referee. ولوم التحكيم ولوم الحكم. Blame the six players who went to the Olympics. ولوم أقول لغيابات الست لعيبة اللي راحوا المنتخب الأولمبي. We knew about that before. إحنا كنا عارفين من الأول إن في لعيبة هتروح المنتخب الأولمبي. And we need to support the country. المفروض نساعد بلدنا المفروض ندعم بلدنا we have to support the country. طبعا كده لازم نساعد بلدنا المفروض yes it's not a FIFA calendar game طبعا ده مش اجنده الفيفا ماتشات الفيفا الدوليه you can say no if you want. وممكن تقول لا لو انت مش عايز تدي لعيبه like تقول لا other teams in Europe, they said no. زي في اوروبا في انديه كتيره قالت لا مش هسيب لعيبتي but we support the national team بس احنا بنساعد منتخب بلدنا وسبناهم and you will always be affected either way طبعا لازم في مشكله باخر انت اصلا ايه but if I want to make an excuse easy way I'll say yes لما عايز ادور على عذر سهل اقول طبعا اتاثرت بالغيابات دي في اسئله تانية ولا خلاص thank you خلص كده كابتن شريف واضح ان مستر موسيماني محبط ويمكن من ضمن كلامه قال لك ان الماتش هرب مننا اخر ربع ساعه واحنا ما لعبناش بصوره جيده بص حولك بعد ما تتعادل او بعد ما تتغلب او بتلاقي حاجات كتيره واسئله كتيره وزي ما قال علي بيقول لك لو كنا كسبنا 2-1 كنا هنتكلم في نقاط بسيطه كده انما كان في حاجات احنا كلاعيبه كوره بنقعد نتفرج عليها نص الملعب فتح انا بقى اكلمك انا لقيت سليه وحمدي فتحي دول تحت الفراوده ما بقاش غير في ديانج لوحده اللي بيقابل التركيز في نص الملعب هو اللي عايز يستلم ويبتدي كمان الهجمه. عدم الالتزام اللي شفته في ماتش بيراميدز ان اعتقد ان انا شفته في اخر نص ساعه في المباراه دي. ايوه. بعد الهدف الاولاني اللي احنا جبناه كان لينا نشاط خمس دقائق كده. ايوه. طلبنا كلنا ان احنا نخلص بقى المباراه هنا. أيوه. لازم نجيب جول تاني لغايه لما انساقنا الى اللعب التجاري اللي احنا بنتكلم عنه. انك انت تحدد في اخطاء حصلت في الملعب ما هو مفيش تعادل بيجي كده او الهدف اللي جه كله اخطاء اصلا من اول ما اتلعبت بالعرض لغايه لما الراجل راح حط التكوف لوحده لغايه حارس المرمى ما طلع ورجع تاني ما كل دي اخطاء انما انا مش هقدر احاسب نفسي وانا بلعب كوره اتفضل انا ماشي. كمل. انا بس انا عايز اقول لك حاجه انا مش هحاسب نفسي على كوره بتتلعب الناس بتجري عادي جدا هم هات واحد بيخلص من الكوره معلش هاتها تاني اللعبه دي من اولها تاني زي ما جبتها من شويه فعلا انا كنت عايز اتكلم على حاجه معينه وقلت للكابتن سامع عليها ماشي اهي ازاي الراجل ده بيستلم كده يا كابتن استلم يا كابتن نمره واحد ماشي مفيش ضغط عليه كمان بعد ما كويس ده استلم بظهره استلم بظهره يا كابتن يعني بظهره وبيلف وبيباصي كمان للراجل اللي طالع وده بيخلص منها فتبقى هدف فيا ماشي يا كابتن انا عايز اسال تبقى صعب عليك رجعها لي تاني معلش الاخر 10 متر او اخر 20 متر بس خليها لغايه لما استلم عشان لا انا قبل ما تروح للراجل دوت طيب لما يستلم اهو نرجع لها تاني
نرجع بيها تاني بس حاجه بسيطه. احنا كنا بنعيب على الفرق اللي احنا بنلعبها انها بتديك مساحات تستلم زي ما انت عايز. انا برضو ليا يعني ليا تعليق على تحرك محمد هاني مع الراجل ده. اقف هنا. انت عايز محمد هاني يطلع بره؟ لازم يروح. لا 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 مش لازم يروح. لا مش دلوقتي يا كابتن. دلوقتي. دلوقتي. لازم يبقى اسرع من كده. ايمن عنده وجهه نظر فيها يا اسامه. فاهم يا كابتن؟ الكوره اثناء ما هي رايحه اروح بسرعه ثمانيه يروح. مظبوط انت فاهم. بص هو بلك. بص يا اسامه هي وجهه نظر. لا ماشي ليه معلش كملها. هو اسامه لازم يروح. هو هاني ايمن عايز ايه؟ والكوره في نص الطريق كده عايز هاني يبدا يروح على عاصم. طبعا يا كابتن انت فاهمني. هتبقى مش هيديله الفرصه انه يرفع كره سهل. هيقلل الخطوره. هيقلل خطوره الكوره. طبعا ايمن شايف كده. لكن هو هاني يعني انا مش على فكره مش بغلط حد. لكن هو هاني رجع او قال بالزبط. ممكن ما يلحقش او ممكن يبقى لسه فيها حاجه حتى لو رفعت. بص يا بص يا اسامه. طب اللي بيحصل ده كله من حاجه واحده حصلت بعد الهدف. استسهال المباراه. لحظه هنا كل حاجه. أيوة. لحظه هنا. أيوة. بصوا للقطه دي. ماشي اتفضل. رجعها تاني وقفها. رجع 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 لما الكره كانت في الشمال قبليها. لا رجع رجع شويه ووقف. ماشي تاني. انت قلتوا على هاني لما لا بس انا ماشي دي لحظه بس يا كابتن. انا عاوز اوصل لنقطه. ماشي وقف هنا. 3-3 يا كابتن. ايوه بص 3 لعيبه وقف ما تتحركش. ماشي 3 احمر ب3 باللي جاي رقم 29. بص احمر هنا كام؟ 4 فاضيين راجعين. قلنا التمركز هنا غلط. حلو لكن الثلاثه دول غلط. قلنا غلط. عاوز اتكلم على بقى حاجه مهمه. اتفضل. رقم 1 ودي مشكله عندك في ماتش بيراميدز وعندك في مشكله في الماتش ده. ايوه الكلام. ايوه واضح ان بدر بنون وايمن اشرف ما بيتكلموش كتير. ايوه الكلام. انت تعرف السردباكات ممكن يخلصوا ما يلعبوش. أيوة. بالكلام ينهوا الموضوع. طبعا ممكن يشدوا اللعيبه دافع كويس. ممكن يتكلموا مع اللعيبه. هنا مفيش واحد ماسك. ايوه ولما الكره اتعملت علي لطفي لما كان الكابتن بيقول لي الكابتن اسامه بيقول علي ممكن يطلع. انا من وجهه نظري حارس المرمى في الوقت ده ما بيحبش يحط نفسه في المشاكل دي. على انه لسه راجع يلعب مباراه. أيوة. فانا ليه ادخل ولسه ما عنديش الذهن بتاعي مش حاضر في المباريات علشان اطلع انهي المباراه. لكن ازاي لعيبه النادي الاهلي تدي وشها للكوره ومش شايفه اللي وراها. أيوة. يعني بامبو ده جاي منين؟ علي معلول كان لازم يطلع بدري ويطلع. مين عادل اللي شايف؟ طيب ها مين اللي شايف الكره وهي جايه؟ كل المفروض اللعيبه حارس المرمى هو اللي شايف اللي جاي ده. هو اللي وشه للكره كلها. انا دلوقتي بتكلم في انا ما بديش مسؤوليه دفاع ولا هجوم ولا حارس مرمى. علي لطفي يا كابتن حارس مرمى بيلعبش بقاله فتره طويله. أيه. تمام ماشي. دائما ده احساس لاعب مش عاوز يدخل نفسه في ريسك ومخاطره. ليه؟ لانه بيلعب على ايه؟ على اللي هو المضمون. ايوه هو اصلا علي لطفي مش عارف ان الولد ممكن توصل دي هتطلع بره. فراح للخط عشان يتابعها. ها الولد رفعها كويس وجات رفعه كويس. انا اهم ما في الموضوع اللاعبين يا كابتن. لا انا علي لطفي انا ما بشيلوش الكره دي. انا اشيلها للثلاثه اللي واقفين بنون وكان ايمن والتالت علي معلول والرابع محمد هاني اكتر. لان في انهي الكوره من البدايه. صح اروح اضغط. صح اروح اضغط عليه. انا مستني كابتن. لا بص يا كابتن عاوز اقول لك حاجه. محمد هاني عمل حاجه. طب قول له يرجع لنا تاني. ايمن نعيدها. اقول لك بس كلمه مهمه. هو محمد هاني وقف ليه؟ عشان يقابل. محمد هاني عاوز يقابل واحد ضد واحد. طب انا عايز اقول لك حاجه. لقى ان الناس وعندك علي معلول بدر بنون وراك كان ممكن هيطلع يقابل. هو انت ما تروح تنهي العمليه. ما تخلينيش ارفع. هي دي وجهه نظري. الخطر أوه في أوه ايه أوه. ما لا انا معاك. الكره عرضيه عاديه ممكن تحصل في اي ماتش. بقول لك ايه عادي. طب يا ريت ايمن نجيب الكره تاني. انتوا فتحتوا الكره دي. الكره دي لما راحت للراجل ده بيوقفها طولت منه رايحه تطلع بره الكورنر. كان يطلعها بقى محمد هاني. يطلع مين بس في سبيس جول. بص بقى استنى بس استنى بس عشان نتكلم كلعيبه كوره. كابتن شريف هيتكلم عليها. ثانيه واحده بقى. ثانيه واحده ونشوف الكره دي استلمها ازاي الراجل اللي معاه الكوره. ماشي بس كده ماشي.
وريني محمد هاني هيلحق فين بقى. لا انا هقول لك امتى يروح محمد هاني. ثانيه واحده كم امتى دلوقتي. بس دلوقتي ماشي اجري جنبه. انت بتهيالك ايمن انت بتهيالك المسافه. انت متهيالك كابتن ماشي. الكره بتجري اسرع هيضغط عليه شويه. ايمن يا كابتن لا لا ثانيه مسافه كبيره. الكره اسرع والله كبيره كابتن. ده 6 ياردات لا لا ما ابو 6 ياردات انت فاكرها 6 ياردات. واقف الكره لما يستلم مش توقف الكره هنا يا كابتن. وهي لازم يروح. ثانيه واحده يا كابتن ايمن وقف الكوره ماشي الكوره لو سمحت يا جماعه. خلوا كبشيف يتكلم بس اقف هنا. خلي كبشيف يتكلم الاول انت كام يارده دي هروح ابقى هو وخليه يستلم الكوره كده. الكوره بتطلع منه بره اوت. خليه يستلم ابو الكوره طالعه اوت. ما استلمش يا كابتن. هو بيلحقها. طيب كويس. السبرنت اللي انت بتتكلم عنه ده كان برضه هيرفعها. لا بس ما كانش هيرفعها بارتياحيه. ايمن ايمن بعيد قوي. ايوه ايوه خليه بس أوي. انا بعد الكابتن شريف يرجع بيها يرجع بيها. خليه يرجع بيها بعد اذنك. يرجع بيها بعد اذنك. هو كان يخش من ارجع بيها انما في سبيس. اقف اقف ثانيه واحده. اقف ثانيه واحده ماشي يا كابتن. خلاص كابتن كمان ماشي كابتن. بص بقى ده بسيوني على ما اعتقد. بص خد بالك ان هاني وده ديانج مش كده. طب لا لا ده بواليا وده ديانج. ده بواليا. بص بص خلي بالك خلي بالك خلي بالك هاني ماشي. ما راحش من بدري ليه؟ لان كان بسيوني لو هاني رايح كان هيخش لجوه. هاني استنى عشان بسيوني كان هيخش لجوه. بص اصبر بقى اصبر بقى بص بص بقوا اتنين على هاني. اصبر بس خليه يمشي بقى يمشي بالكره. لو هاني راح كان ده هيقطع كده دلوقتي. انا بقول يروح دلوقتي يا كابتن. ماشي يا ايمن مسافه بعيد مش قريبه والله ما قريبه. السبرنت خطوتين هيبقى عنده عند الراجل هيقفل عليه شويه. مش 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 المهم ما علينا كابتن. ايا كان ايا كان يا ايمن حتى لو انت بتقول هاني متاخر انا مش شايف ان هو متاخر. حتى لو هو متاخر عادي جدا في كل العالم ان اوفر يتلعب كره عرضيه تتلعب. لكن الخطا مش من هنا. الخطا من التمركز اللي ورا من الـ من الـ من الـ من المجموعه دي مش مش من هنا. عادي ان واحد يرفع اوفر يعني او كره عرضيه. كابتن اسامه احنا قصدنا انا مش هرجع لاي حاجه بس قصدنا حاجه مهمه قوي. احنا دايما بنقول ايه؟ دايما بنقول امنع الخطر من بدايته. هو كان قصدنا فيها كابتن ايمن كان قصده وانا كان قصدي ايه؟ اني انا وهو رايح لو عمل سبرنت محمد هاني الراجل مش هيفكر يرفع. الراجل هيفكر يستنى. مظبوط. عشان يبقى واحد ضد واحد. ده مش شرط. مش شرط. هو لو جري قطري اي محمد هاني ما هو الجري القطري يا كابتن بيأثر المسافه. صحيح. ليك صحيح. يعني ده لما تجري 15 متر انا لو جريت قطري عشان اوصل لسبعة متر اوصل لسبعة متر. عادل عايز يقول لك هو سابه يلعب بارتياحيه. بالظبط. يعمل يعمل العرضيه كان هيقف ويرجعها براحته. كان هيقف ويرجعها تاني قطع عليه كده شويه. كابتن علاء كابتن شريف قال لك ان نص الملعب فتح مع ان الوضع الطبيعي بعد نزول ديانج وبتلعب بحمدي فتحي وديانج وعمرو السولية انك انت قافل وماسك نص ملعبك. ازاي فتح نص الملعب؟ مفهوم خطأ اللي حصل. مستر موسيماي منزل ديانج على اساس تبقى ثلاثة في نص الملعب. انت معاك الاستحواذ لحد الحكم ما يصفر. مظبوط. اللي حصل عكس كده. اللي حصل بقى ديانج هو اللي ثابت وحمدي اللي قدام والسولية قدام. كويس. ده غلط. حتى دي لو دي مش تعليمات مدرب. ما انا هقول لك حاجة. لو مستر موسيماي ما هو الهدف من نزول ديانج ايه؟ اي حد في الشارع هيعرف ان انت عايز من نص الملعب وتبقى عندك الاستحواذ. صح. مع ان على فكره هو البنك الاهلي مش ضاغط عليك ولا عامل اي مشكله خالص. صح. عشان بس نبقى نتكلم صح. لكن هي دي وجهه نظره. لكن اللي هو كان عايزه من التغيير ان هو حتى في المؤتمر قال لك انا غلطت وانا اتحمل وانا وانا وانا. اللي عنده عايز من التغيير ما حصلش. ان حصل ان الناس كلها بدات تهاجم لان مشكله لعيبه النادي الاهلي يا اما في حاجتين. يعني كل الكلام بيقوله كابتن شريف واسامه وعلى هاني وكل الناس دي حاجتين حصلوا النهارده. استسهلوا المباراه تماما ودي. صح. في كره القدم اكبر خطا في العالم تعمله تستسهل المباراه. تفضل في المباراه لحد ما الحكم يصفر يبقى انت مطمن على المكسب. ده خطا كل لعيبه النادي الاهلي وقعوا فيه. في حته دفاعيه في تمرير في حاجه هو عايز يجربها. كل الكلام ده هو واقع فيه النهارده. كل الاخطاء اللي بنتكلم فيها النهارده دي كلها على فكره كلها وجهات نظر صح وصح. بص عمر النادي الاهلي ما تشوفه ساب المساحات دي كده. بص لان هم حسوا ان خلاص المباراه انتهت. وحتى اللي بيحصل ده انا بص بقى هنا بص انا هقول لك حاجه. بس انا هقول لك ما انا بتكلم انا معاك انت معايا في الدي اصلا. هقول لك حاجه. الموقف ده يا ايمن لو في نص المباراه او في بدايه الشوط او لسه 0-0 كل اللي احنا بنتمناه ده كان حصل هيتعمل.
كنت مزبوط. هتلاقي المساحات في نص الملعب مقفوله، استحاله تلاقي الانتاج البنك الاهلي بيعمل كده مزبوط. استحاله كان ده عاصم هيلاقي المساحه دي صح. وكان هاني هيسيبه كده لان صح. انت المبدا العام المباراه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي خلصت صح. الشكل ده ما ينفعش، اربع لعيبه يروحوا على واحد بيرفع وعينه مع الكوره حتى بص يا كابتن ايوه اقف هنا لا 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 هتهالي هتهالي واحده واحده قبليها بحاجه بسيطه هاتها قبلها بحاجه بسيطه بس بص يا كابتن علاء كمل بقى كمل كمل كم لا لا كمل هاني بس اقف هنا هو هاني وقف ليه هنا خلاص هو عارف ليه يرفع الوقت اه ارفع ارفع بص أيمن. ايوه ما ده انا عايز اقوله ايوه ما انا بقول لك يعني عارف دي لو اكرم تيجي تحت كان راح عمل التاكل عايزين نقول سيبك كان راح عمل التاكل سيبك من بدون مقارنه بلاش 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 مقارنه بلاش نقارن حد بحد مش هي اللي باتن انا بقول لك على سمات لاعب وسمات لاعب انا مش بقارن هاني هاني بيضغط وهاني بيدافع وعنده كل حاجه انا بتكلم على احساس راح للعيبه ان اللعبه دي عادله وفي بدايه المباراه هاني مش هيسيبه يرفع كده وراح كان راح له صح. لكن هو اللي هو ارفع فهي انت ما فيش اصل بص يا ايمن البنك الاهلي مش عامل عليك خطوره فانت اطمنت لو عايز ترفع ارفع حتى هاني ما بصش على الكوره يعني هات الكوره بعد ما ترفع هيعمل ايه يعني لو رفع يعني بالظبط خلص منها هيعمل ايه فيها لو رفع يعني ده الاحساس هيرفعها كده بس هو ده الراجل ده هيعملها كده مش الاحساس يا كابتن شريف خلاص ان راح لهاني ارفع خلصنا اه في بنون وفي علي لطفي وفي الكوره هتطلع لان هو ما عندوش هو مش متخيل ممكن يحصل منها هدف يعني لو كملت كوره هاني ما بصش للكوره بعد ما ترفع نقف هنا برضه يا كابتن لا ارجع لا رجعهم ورا دول بص 2 على 4 في الكوره دي بص تمركز برضه ديانج وحمدي فتحي استسهال الوقت خلص ومباراه انتهت ارفع بترد لهم والله بص يا ايمن اللي حصل النهارده في مباراه النادي الاهلي على فكره هو انا من وجهه نظري ما اعرفش كل اللي احنا بنتكلم فيه كل الاخطاء دي حصلت عشان سبب او احساس وصل للاعيبه النادي الاهلي في الملعب الماتش انتهى معانا الماتش انتهى عادل والثلاثه الثلاث نقاط معانا صحيح اسق بص يا ايمن كل حاجه ممكن تعالجها في المباراه خطا شك انما الاحساس يوصل للاعيبتك الموضوع انتهى تماما ايوه وبعدين وصل لمين مفيش حد بلا استثناء طبعا كل لعيبه النادي الاهلي وصل لهم الاحساس ان المباراه انتهت أيوة. كلهم هات اي لعيب كده دايما بيدور على الصعب على الشكل على الشوم وواحد صفر والمشكله 1-0 يا كابتن والبنك الاهلي اصل هي المشكله لعيبه البنك الاهلي اللي ودوك للاحساس ده ما كابتن شريف ما هو عادي بيقول لي هي 1-0 1-0 في كره القدم نتيجه مش مطمئن كويس ليه بقى يا ماما تطمنه عشان المنافس مش مديك مش اي مديك. احساس بحاجه احساس ان هو يعني اسامه بيقول لك في التغييرات بتاعت خالد جلال عمل ثلاث تغييرات هجوميه اللي هو يعني خلاص يعني زي تروح او تيجي مش مشكله هو مش فارق معاه لان هو قبل المباراه مهما يحضر ومهما يعمل هو عنده في نتيجه 90% متاكد منها ان هو خسران مباراه النهارده للنادي الاهلي طب بمناسبه ما بنتكلم يا كابتن علاء على خالد جلال هنروح لزميلنا محمد توفيق ولقاء مع الكابتن خالد جلال بعد المباراه ماشي. تحياتي ليك كابتن ايمن مره اخرى عقب انتهاء مباراه الاهلي والبنك الاهلي بالتعادل بهدف لكل فريق بعد المباراه معانا كابتن خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلي كابتن خالد يعني اديتهم مباراه كبيره واعتقد انك خرجت بالهدف اللي كنت بتلعب المباراه من اجله النهارده بسم الله الرحمن الرحيم طبعا برحب بحبيبي الكابتن ايمن شوقي وضيوف الكرام طبعا مباراه صعبه جدا جت بعد فوز النادي الاهلي طبعا بنبارك للنادي الاهلي كل مصر ان طبعا النادي الاهلي بيمثل مصر و بنبارك له على الفوز ببطولة افريقيا يمكن انا اتكلمت مع اللعيبة قلت لهم يعني حاجة من حاجتين احنا لازم نستغل سلبيات وايجابيات الفوز بالبطولة السلبيات احنا بنشوف اللعيب المصري صحيح دي مش في النادي الاهلي بنشوف ان اللعيب المصري دايما بعد اي بطولة بيبقى والارهاق والسفر والكلام ده كله والغيابات ركزنا على الكلام ده كويس لعبنا بسيناريو الشوط الاولاني يمكن ضيعنا احنا اول 5 دقايق فرصه كانت اكيد انها ممكن تيجي النادي الاهلي ضيع برضو كان الاستحواذ للنادي الاهلي يعني وضع طبيعي احنا بنلعب على الهجمات المرتده عملنا بعض التغييرات الشوط الثاني لعبت على المساحات خلف الظهرين والكلام ده كله الحمد لله قفلت في نص الملعب بمحمود السيد كتالت معاهم في نص الملعب برضو يلعب 10 ما غيرتش في الطريقه 4-2-3-1 برضو بس عملت كثافه شويه لان النادي الاهلي الشوط الاولاني كان ممتلك نص الملعب تماما فانا دي برضو عملت حساباتها فالحمد لله ان احنا جرينا النادي الاهلي وقدرنا ان احنا يبقى الاستحواذ يعتبر يعني قريب من النادي الاهلي
النادي الاهلي جاب جول فينا في اول ثلاث دقايق، دي كانت برضو ما قلت لهم ما تهمدوش، احنا بنلعب على واحد، احنا بنلعب على واحد. الحمد لله غيرنا الجناحين رغم ان موسى واحمد ياسر كانوا قدوا مع عليهم وحامد، نزلت بامبو، وبامبو يمكن انا قلت له هتجيب جول النهارده، استمرار للصحوه بتاعت بامبو ان هو ورقه بتنزل شوط تاني بستفيد منها خلف المساحات اللي ممكن قد تحدث وراء علي معلول، ورميت بسيوني ناحيه الشمال برضه عشان انا نشطت الجناحين، عشان انا كل تغييراتي خلي بالك هجوميه يعني ما. فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بقى توفيق، مش هقول انا والكلام ده كله لا طبعا، توفيق ربنا سبحانه وتعالى. فالحمد لله بنقول الحمد لله، مبروك للبنك الاهلي، الاداره بتاعته اللواء اشرف نصار وكل القائمين على البنك الاهلي بصراحه بيعملوا مجهود كبير جدا، يعني ما ينفعش بعد المجهود ده بصراحه ينزلوا، يعني الحمد لله بنوعدهم ان شاء الله ان البنك الاهلي يبقى في الدوري الممتاز. يعني كابتن خالد طبعا بنحييكم على اللفته الطيبه اللي عملتوها قبل المباراه وعمل ممر شرف النادي الاهلي. طبعا دي ده وضع طبيعي يا جماعه، احنا بنحتفل بالنادي الاهلي وكل مصر بقى، النادي الاهلي بيكسب كل مصر، يعني سيبك بقى من التعصب والكلام ده كله، هو الزمالك لو كسب لمصر برضه، فاحنا اهلي وزمالك، من غير زمالك مش هيبقى في اهلي، ومن غير اهلي مش هيبقى في زمالك، صدقني هتبقى كوره ما فيش كوره، فلازم التنافس ده هو حلاوه الكوره. شكرا شكرا كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع كابتن خالد جلال مدير الفني للبنك الاهلي، والان عوده لحضرتك واستوديو. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. كابتن علاء عندك تعليق قبل ما نروح للكابتن اسامه عربي؟ هو تعليق سريع كده طبعا، الكلام اللي بيقوله كابتن خالد ده من حقه يقول كده، طبعا كويس ان في تعادل، لان لو في مكسب 2 و3 و4 على شكل النتيجه على شكل المباراه الكلام ده ما كانش هيحصل، يعني انا ولا شفت مساحات ولا شفت ما شفتش حاجه خالص، بس هو خلاص هو تعادل مع النادي الاهلي فمن حقه يتكلم كده، لان بس لما تيجي تتفرج على المباراه ايوه طبعا يعني الكلام ده ممكن حصلش. خلي بالك وممكن حاجه تانية كمان كمدير فني ممكن تقول حاجه انما اللعيبه ما بتنافسش في الملعب، يعني ده ما تشوفهمش في الملعب خالص، يعني الكلام بيقولوا مساحات وكلام ده وانا رميت ورحت وجيت ده ما حصلش، لكن النتيجه بتساعد. أيوة. يعني النتيجه بتساعد يعني. أيوة. هو بالنسبه له نتيجه التعادل مع النادي الاهلي اكيد طبعا نتيجه بالنسبه له ممتازه، لكن أيوة. لو بقى الامور كانت مختلفه والموضوع كان بجد النادي الاهلي وخلص المباراه من الشوط الاول اعتقد الكلام كان يبقى غير خالص، لكن اكيد هو طبعا سعيد للتعادل وهينفعه طبعا في صراع الهبوط، لكن على سير المباراه اعتقد يمكن حاجات كتير ما حصلتش من في المباراه دي اساسا. كابتن اسامه عايز اسالك عن مستر موسيماني. مستر موسيماني قال في المؤتمر ان هو يتحمل نتيجه المباراه، هل هو بيقول كده دفاعا عن اللعيبه وبيحمي لعيبته، ولا هو يعني بيقول مثلا ان في خطا حصل منه او التغييرات مثلا كانت توقيتها غلط او التغييرات كانت خاطئه، يعني مستر موسيماني يقصد بايه بالحاجات دي؟ يعني هو بيقول لك محبط من نفسي ومحبط من اللعيبه، ممكن يكون دفاعا عن اللعيبه انه اللعيبه دي هي اللي كسبته بطولتين افريقيا، هم اللي كسبوه كاس مصر، هم اللي كسبوه السوبر، ولسه من 4 5 ايام كسبانين بطوله افريقيا البطوله 10، فممكن يكون هو بيقولها حمايه للعيبه انه بيقول انا اللي بتحمل المسؤوليه دي، فيها بتبقى جزء، ودي حاجه يعني تحسب للمدرب لما يقول انا اتحمل المسؤوليه. الحاجه الثانيه ان هو ممكن يكون احساسه ان ممكن يكون غير تغيير في توقيت وحش، ممكن يكون ما اتكلمش مع اللعيبه بحده شويه والنتيجه 1-0 ومثلا ناقص 5 دقائق والملعب اتفتح شويه بالنسبه للفرقتين، بالنسبه لبعض اللعيبه كانت بتزود حاجات معينه في الكوره، ممكن يكون هو بيلوم نفسه انه مثلا ما خلاص ما حس بخطوره المباراه ان بقت 1-0 وصحيح انت متقدم وانت اللي مسيطر، ولكن ممكن في لحظات الكره وخداعها انها تهرب منك زي ما حصل، فهو ممكن بيلوم بيحمل لعيبه في جزء من كلامه، وفي الجزء الثاني ممكن يكون هو شايف انه كان ممكن يعمل حاجات تخرج بالمباراه 1-0 لبره الامان، لان مش كل المباريات زي ما احنا بنقول اللعيبه اتضيعت ومفروض كانت تركز بعد الجون الاولاني وتجيب الثاني والثالث، لكن ممكن في ماتشات بتخلص 1-0 بس. مزبوط. هو اللي حصل اخر 7 8 دقائق انت مسيطر على الملعب خالص
والماتش مفتوح كان ممكن تهدى وتلم نفسك لتحت شويه ويبقى في السوليه وحمدي وديانج زي ما حصل في ماتشات الترجي وزي ما حصل انه يلموا نفسهم مع الديفنس شويه ويقربوا مروان وقفشه وبواليا اللي هم اخر ناس كانوا موجودين ايوه ويستهلك وقت ويلعب بهجمات صحيح. يعني فيها التركيز ممكن يكون هو بيلوم نفسه بس يا كابتن معانا احصائيه المباراه طبعا النتيجه 1-1 نادي الاهلي الاستحواذ 57% بنك الاهلي 43% تعال بقى بص على التمريرات شوف الفوارق نادي الاهلي 514 تمريره صحيحه من 587 نادي البنك الاهلي 251 من 300 وشويه نادي الاهلي 13 تصويبه منهم 5 على المرمى بنك الاهلي 9 منهم 3 على المرمى الركنيات هنا 4 وهنا 4 ايوه طبعا الاحصائيات في معظمها للنادي الاهلي واحداث وسير المباراه واضح كده ومفيش احساس الا غير بس في الاخر انك انت الخوف اللي هي من غدر الكوره انك حاجه طلتش كده وده اللي حصل هل الاحساس دوت حته الاستسهال في الماتش هل بيوصل للمدير الفني بره اه طبعا ما هو احيانا اول واحد ايوه ما انت لسه خارج من بطوله والماتش ماشي معاك كده وانت مش احساسك بالفرقه ان الفرق المنافس يعني مفيش خطوره كبيره على علي لطفي وشكل الماتش وانت اكتر ليك اكتر من هجمه كانت واصل ليها في من سواء من الاطراف سواء من العمق يعني واضح ان انت قريب والماتش سهل فيمكن هو بيقول كده في المؤتمر الصحفي ان هو حاجتين انه زي ما قلت لك حمايه للعيبه وممكن هو يكون شاف انه مثلا ما 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 ايه مش عايز اقول ايه ما ارسي انه الماتش ينهي يعني ينهي الماتش يقفل الماتش وينهي ب 1-0 ممكن يكون هو شايف كده هو التحركات اللي انت بتتكلم عليها يا كابتن اسامه اه طبعا بص عدد قد ايه اللعيبه اللي داخل ال 18 مساحات كل واحد بيستلم زي ما هو عايز ما فيش يعني كل الامور سهله ما فيش ضغط شديد قوي او عنيف او كل واحد بيلف وبيلعب وبيباصي وبيتحرك ما فيش كانش فيه مشكله هو زي ما قلت لك كان استغلال الفرص والحاجه الثانيه انك انت كنت تقفل خلاص بقى في اخر 5-6 دقائق مزبوط. انك انت كسبان 1-0 وتلعب بقى على الامان يعني صح ف يعني ده بيحصل في كره القدم وهارد لك وان شاء الله الماتشات الجايه دي نتمنى ان ناخد درس مستفاد من بعض درس النهارده بص طبيعي لعيبه النادي الاهلي كلها مجهده مش حد يقدر يتكلم غير كده سفر ومباريات وضغط وكده لما تبقى مجهد قوي وبدنيا مش قوي لازم تخلص من كل المشاكل دي تخلص مباراتك بدري انت قصدك بدنيا مش قوي عشان في مجموعه كانت بعيده عن الماتشات لا وبدنيا في مجموعه مجهده يعني انت لو رجعت اخر مباراه حمدي خلاص حمدي تعب مش قادر يجري من راجل بدنيا تعب جدا فاهمني وده على فكره حاجه مش غلط لكن هو ضغط مباريات انا بتكلم في نقطه بسرعه لما تبقى في حالتك كده وبتلعب فريق مستسلم بالطريقه دي يبقى بعد الهدف لازم كان الهدف الثاني وانتهى الموضوع على كده كل الكلام ده كان انتهى تماما خلاص بقى كنت انت ريحت بدنيا وثلاث نقاط والموضوع كان بالنسبه لك قافل من بدري شويه مظبوط كابتن عادل يمكن لو اتكلمنا عن التغييرات سريعا اليو ديانج مكان جونيور اجيه والتر بواليا مكان كهربا مروان محسن مكان محمد شريف وايه اللي يتعمل خلال يومين لان يومين يعني حتى مش هتلحق تصحح اخطاء في الملعب انت فيديو انت عندك يومين وبعدين هتلعب مباراه عندك مع الانتاج الحالي عندك استشفاء وفيديو بس تقدر تعمل الشغل فيه كده لكن نرجع للمؤتمر الصحفي اقول بس في كلمه واحده احيانا كابتن المؤتمر الصحفي بيبقى للاعلام والكلام داخل الحجر حاجه ثانيه خلي بالك يعني علشان ايه نبقى متفقين ممكن يبقى بيعمل اعداد نفسي للاعبين ممكن بيقف جنب اللاعبين الحاجات دي لكن اللي في الاوضه المغلقه هو ده اللي بيبقى الاصح وبيبقى الافضل وده بينه وبين اللاعب يمكن كتير قوي من الناس بيقعدوا يتكلموا يقولوا ايه ما لعبش لا ده ليه وما لعبش ده ليه كابتن المدرب بيبقى قاعد مع الفرقه بتاعته هو اللي شايف اللعيبه طول الاسبوع هو اللي شايف لعيبته هو اللي شايف مين جاهز ومين مش جاهز مين نفسيا قادر ومين نفسيا مش قادر فدي بتبقى حاجه منه لكن نتكلم على السؤال اللي انت قلته يا كابتن اللي هو فاضل يومين اليومين اللي جايين هو هيشتغل على اعداد النفس اللي احنا اتكلمنا عليه مع الفيديو مع
التصحيح الاخطاء مع 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 ممكن تنزل الملعب وبتعمل تصحيح اخطاء بس شادو اللي هو بدون سرعه وبدون حركه واقفه بس وانت واقف كده وبتقدر حتى كمان احيانا في ناس بيصوروها في التدريب يعني تتصور تاني في التدريب علشان ترجع للمباراه تطابق ده مع دي عشان توريهم بس هو اكبر درس من وجهه نظري النهارده لعيبه النادي الاهلي لازم تاخده ان اللعيبه اللي ما كانش بتلعب كتير في بطوله افريقيا ولعبوا والنتائج لو وصلت للحد ده معاهم لما هيجي اللعيب اللي من بره هيلعب تاني وتبقى هو في دلوقتي يبقى في اساسي وفي احتياطي دايما يا كابتن احنا المدربين نقول لك طلعني غلطان ايوه صح يا كابتن علاء اثبت ان وجهه نظري غلط يا كابتن طلعني غلطان ايوه مظبوط طلعني غلطان اثبت ان انا مش عايزك انا غلطان ان بقى عادك عشان كده لازم اللي ياخد فرصه يمسك فيها بايده واسنانه يكسب فرقته ما يطلعش من الفرقه تاني صحيح زي ما احنا اتكلمنا انا مش بعمل مقارنه ما بين لاعب ولاعب ولكن عايز اقول لك ان كنا اسعد الناس باكرم توفيق مثلا واسعد الناس بطاهر محمد طاهر لما اثبتوا جدارتهم في ارتداء الفرنه الحمراء واللعب على طول يعني احنا كنا خايفين قوي لان ما كانش عندنا باك رايت اكرم مش باك رايت صح لكن كنا سعداء بيه قوي لما ادى دور على اكمل وجه ومش مكانه فانا عايز لعيبه كلها في الفتره اللي جايه تبقى عندها الحماس ده باذن الله عاوزين حماس اللي هو ايه خلاص انتوا بتلعبوا كؤوس دي يعني اللي بقولها لهم للعيبه انتوا بتلعبوا كؤوس ما فيش حاجه اسمها تعادل كل فرقه تيجي ان شاء الله تكسبوها تراعوا انك انت لو كسبان 1-0 ان ممكن يتعادلوا معاك في ثانيه لازم تغطي الجون الثاني تراعي انك انت كل فرق الدوري اكبر فرقه في الدوري بتلعب النادي الاهلي لو انت استغليت الفرصه الاولى والفرصه الثانيه هيستناك تكسبه هيقول لك انا مش عاوز اخسر منك 5 و6 صحيح اللعيبه بتخاف جدا من لعيبه النادي الاهلي الانديه ولكن لما بيلاقوا في نديه بيعملوا ايه بيطمعوا شويه ويقول لك لا ده في فرق ما بينهم من بعض صحيح. عموما ان شاء الله لاعبتنا والجهاز الفني استفادوا من اللي حصل النهارده وباذن الله المباراه الجايه يكون لنا التفوق ان شاء الله والافضليه وان احنا نكسب المباراه القادمه بتاعه انتاج الحربي ان شاء الله. هنروح لفاصل ومن بعد الفاصل هنرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. بنرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن منورنا. تحياتي لك كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي. كل سنه وحضرتك طيب كابتن. كل سنه وحضرتك طيب وكل الشعب المصري بخير وبامن وبسلام. تحياتي طبعا للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مرهوب، كابتن اسامه عرابي، والكابتن علي ابو الرحمن. كل سنه طيب كابتن. خلينا نتكلم قبل ما نتكلم ونقدم طاقم التحكيم كابتن ايمن بنتكلم في المباراه صعبه ولا سهله. لما نيجي نقول احنا كمقيمين المباراه صعبه نتيجه الاحداث او الحالات التحكيميه كابتن علاء اللي داخل الصندوق. دي اختبارات كانت موجوده النهارده لحكم المباراه وكانت موجوده ايضا لحكم الفار اللي كان موجود على تقنيه الفار. نمرة واحد المباراه صعبه تحكيميه نتيجه الاحداث داخل الصندوق. احنا ده تقييمها. تفرق كتير جدا المباراه بتمر ومفيش اي حدث جوه، مفيش اختبار جوه، لكن النهارده كان في اختبارات هنا وكان في اختبارات هنا. دي حاجه. الحاجه الثانيه بنتكلم على النادي الاهلي على سلم الترتيب، مباراه صعبه طبعا وتفرق معاك كتير جدا جدا وبالتالي بتدي درجه صعوبه لطاقم التحكيم. الحاجه الثالثه نتيجه المباراه 1-0 لحد دقيقه 86 دي برضك بتبقى في صعوبه على الحكم كابتن ايمن وعلى طاقم التحكيم بالكامل لان النتيجه مش مريحه. اذا هنا المباراه بنقول صعبه تحكيميا. خلينا نروح لطاقم التحكيم ونقول الحالات التحكيميه النهارده اللي كانت موجوده معانا. طاقم التحكيم النهارده كان موجود عبد الله السيد حكم من منطقه الجيزه، حكم من الحكام الصاعدين الواعدين، الشباب لسه يمكن بقى له فتره حكمش النادي الاهلي ولكن النهارده كان بيأدي بشكل جيد. معانا ايضا المتميز دايما احمد حسام طه الحكم الدولي والحكم المساعد الثاني تامر رشاد والحكم الرابع صالح سلامه من منطقه الدهليه. على الفار كان النهارده الدولي ابراهيم نور الدين، اعتقد النهارده ابراهيم كان موجود وتميز على الفار مع صبري ابراهيم من منطقه القاهره.
قبل ما نروح للحالات بنتكلم في ظاهره المباراه. الحكم مش بس كابتن ايمن، كابتن علاء، كابتن عادل، هصفر على المخالفات. المخالفات بتبقى ملتصقه تماما بالعقوبات. النهارده الاتحاد الدولي واللجنه الحكام المصريه بتدي الحكم شريط، تديله الماتيريال، ذاكر حالات التحكيم الاخطاء وسوء السلوك، بتقول لك امتى تدي البطاقه وامتى ما تديش البطاقه. الموضوع النهارده ما بقاش اختيار يا كابتن شريف، النهارده تبقى انت قاعد كحكم بتشتغل على نفسك، لان في كونسيدريشن، في اعتبارات. انا هذه الاعتبارات اللي انا بشتغل بيها او بتبقى مفتاح القرار بالنسبه لي، سواء في احتساب المخالفه او في العقوبه الانضباطيه. عندنا النهارده اكتر من حاله حقيقه طبعا موجوده تستحق البطاقه. هذه الحالات انا بقول ان اي حكم لو ما ذاكرش النهارده، ما اشتغلش على نفسه، اكيد في حاجات كتيره هتفوتوا في المباراه. ما تقوليش الاخطاء اللي هي الانذار بتاعت كابتن علاء ما بتاثرش، لا تؤثر في نتيجه المباراه، لان اللاعب النهارده عنده انذار، ثم في لعبه ثانيه خد الانذار. صح. بات مشكله. مظبوط. هنروح للحالات وهنبرهن الكلام اللي احنا بنتكلم فيه في الحالات اللي جايه. نروح للحاله الاولى. هنا حاله من الحالات المهمه جدا جدا ودايما بنقولها للحكم. صب. ارجع تاني. كابتن احنا قلنا دايما بقول للحكم، دايما بقول له من فضلك لما تبقى الكره فوق وفي اتنين لعيبه طالعين خلي بالك من الدراع. مظبوط. لان احيانا انا بطلع احمي نفسي اوكي، بس ما ينفعش ان انا امد دراعي، سواء ان انا بفرده. صح. في وش اللاعب او استخدم الكوع في الوش. دي حاله من الحالات المهمه جدا لما نشوف هنا المخالفه، هنا الذراع مفروضه. هنا بنقول هنا في مخالفه، في مخالفه، في بطاقه طبقا للمعايير، مفيش فيها هزار طبعا، هنا في بطاقه الصفر. كابتن شريف انا معاك تماما، ده اللي احنا بنقوله للحكام دايما. ما تبصش على اللعبه وخلاص، لا بص تفاصيلها. هذه حاله تستوجب البطاقه الصفراء. يمكن هنا الدراع انت بتطلع تحمي، بس انت وانت طالع فوق استخدمت الذراع في الوجه، وبالتالي هنا بطاقه صفراء. صح. لم تشهر. في دور هنا يا كابتن، احنا قلنا الفار في البطاقات الحارة بس، عشان كده بنقول ايه، انت كحكم اشتغل على نفسك في ازاي انك انت تبقى عندك القدره على احتساب المخالفه وعقوبه الانذار. بس عايز اقول لحضرتك حاجه النهارده، معلش يا كابتن، شفناها في ماتش منتخب مصر مع منتخب اسبانيا الاولمبي. الفار جاب الحكم او كلمه يعني، وجاب الحكم بره على صوره زي دي شبهها شويه، كانت لطاهر محمد طاهر. تمام. والراجل راح شاف بره ورجع ادى انذار. ممتاز يا كابتن. احنا قلنا القرار الاول يا كابتن علاء والاخير كابتن عادل هو لحكم المباراه. هو هنا الفار شاف يا كابتن اسامه ان هذه المخالفه تستحق كارت احمر، احتماليه بطاقه حمراء. انا كفار هي دي وظيفتي. لما انا بشوف من وجهه نظري كفار ان هذه المخالفه تستحق الحمراء، بكلم الحكم في الكومنيكيشن بقول له ايه، هذه المخالفه احتماليه بطاقه حمراء، من فضلك تيجي تشوف. هو بيقول له تعالى شوف ليه، لان هو لما بيشوف في الملعب غير لما بيشوف في الشاشه التفاصيل بالظبط. أيوة. وبالتالي بنقول ان هو لما جه شاف، هو القرار بيرجع تاني كابتن اسامه لحكم المباراه، هو شاف ان هي لا ترتقي للحمراء كابتن علاء، وقال ان دي اقصى درجات الطهاره، وبالتالي هنا اشهر البطاقه الصفراء. هنروح للحاله اللي بعد كده. حاله من الحالات مهمه جدا جدا، يمكن الكل هنا وقف وقال لي احتماليه هنا يكون في هافن. انا هنا قفشه مع الكوره كابتن ايمن، ولكن انا كمدافع عندي مساحه ان انا اتنافس، فبلف. لما بلف عشان خاطر اروح للكوره، فنقطه التقاء هنا. ايوه. تيجي هنا نقطه التقاء، احنا الاثنين بنروح في نقطه التقاء واحده، وبالتالي هنا بيحصل ايه؟ خلي بالك لازم أن تبقى انت حاطط في دماغك كابتن علاء حاجه مهمه جدا، اللي هي الكتله الجسمانيه بتفرق من لاعب للاعب. لما اكون انا لاعب كابتن شريف ها وبلف، فبيحصل ايه اللي التنافس، والتنافس انا شايف ان هنا تنافس عادل، لا توجد مخالفه، وهنا قرار الحكم وقرار الفار كان قرار صحيح. نمر ونروح للعبه اللي بعد كده. حاله من الحالات مهمه جدا جدا، احنا قلنا القراءه والتوقع وقراءه اللعب مهمه جدا جدا جدا. ستوب. زي ما قلنا التوقع، زي ما حضرتك بتتكلم النهارده وانا كنت مستمتع جدا بالتحليل بتاع حضراتكم، ازاي اللاعب يتوقع ويروح في المكان، وازاي اللاعب اللي هو بيعمل باص جميل. انا كحكم لازم يبقى عندي الشغل دوت، ابقى اتوقع هذا اللاعب النهارده هو اللاعب عنده فرص تمرير. ده انت رحت في افضل فرصه في وشه، في وشه. مش افضل، ده الوحيد على ده الحاجه الوحيده ده دوت المتنفس الوحيد اللي هيبص فيها على المرمى. هرجع تاني كده تاني، معلش من فضلك، لان دي مهمه جدا وبنقولها لكل حكامنا مش بس لعب عزيز. بنقول لك نقف 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 نقف
نقف. وهقول لك الحلول ايه. ناشي نمشي، هتمشي حضرتك ماشي، فكر انه هيرجع. نمشي من فضلك لو سمحت، هنمشي. تمام تمام تمام، ستوب، بس خليك بس واقف هنا. الكلام مش لعبازي كابتن ايمن، كلام لكل حكامنا، لان ده مهم جدا جدا انك انت النهارده ممكن بالتمركز الخاطئ تضيع فرصه على الفريق. على فكره كابتن كان هنا، كان هنا هو لو قاري اللعبه دي كويس وقاري ان علي معلول مفيش قدامه غير اللعبه دي، كان خطوتين للجنب بس كده. شفت كابتن انت قلت ايمن، انا نزلت مع الحكام في الملعب كتير كتير يا كابتن علاء، وخلي بالك تدريب في الملعب ده اهم من المحاضرات في النظري. مظبوط. نزلت مع حكام وقلنا اشتغلنا كتير جدا على التحرك والتمركز، وزي ما كابتن ايمن قال لك ايه، عندك امكانيه تخرج يا يمين خطوتين يا شمال خطوتين. بالظبط. خلي بالك ودي بتبقى قراءه، بقول بتحصل مع الحكام كتير، ولكن لا يجب عليك كحكم النهارده انت بتشتغل على نفسك، بتطور من ادائك في التوقع وفي التحرك وفي التمركز. مظبوط. نشوف هنا الكره تصطدم بالحكم، وهنا بيعمل طبعا الاسقاط، وبالتالي طبقا للقانون عمل اسقاط للاعب النادي الاهلي. بقول له عبيزه يعني خلي بالك من الالعاب دي مهمه جدا، لان النهارده هي خارج الصندوق، ممكن المره الجايه تبقى كمان يا كابتن ناصر من عليها. نعم. ما هو لما تكون خطا انت اخطات وواقف، سهل على نفسك نط وسيب الكوره. حاجات كتيره، واحنا ادينا حلول، يعني ادينا حلول للحكم. انت يعني زي ما كابتن ايمن اخرج يمين، صح. اخرج شمال، او النط ما تقفش لفوق. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان ممكن كابتن اسامه دي يبقى داخل الصندوق. طب هتعمل ايه؟ يعني داخل الصندوق الباص رايح للاعب لايمن مثلا شوقي او لعلي عبد الرحمن، هيعمل مره واحده جون، هتعمل ايه؟ ضيعت، هتوقف، هتعمل اسقاط. نروح للحاله اللي بعد كده. نشوف الحاله اللي جايه، وحاله من الحالات المهم، تسلل عند المساعد رقم واحد المتميز دايما هو احمد حسام طه. شوف هنا كابتن ايمن، شوف درجه الدقه للمساعد احمد حسام النهارده، كان متميز جدا، عنده لعبتين مهمين جدا جدا، دي يمكن اول لعبه عند احمد. بقول له مبروك على هذه المباراه الجيده. وهنا بنشوف هنا هو سمح باستمرار اللعب، ثم رجع تاني طبق البروتوكول، عمل دليل للقرار ورجع احتسب المخالفه. يلا خلينا نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. حاله من الحالات المهمه برضك، الناس بتروح للشكل، من فضلك ما تروحش للشكل قوي وتقول يا ايه ده، ايه ده الراجل وقع ازاي والشكل الجميل الحلو ده، لا 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 ما اخش بالشكل يا كابتن شريف. ايوه. ولكن انا هروح حاجه مهمه جدا جدا، هو انا النهارده رجلي ثابته ولا مش ثابته؟ ادي واحد. ايوه. رجلي ثابته على الارض. نمره اثنين، هروح تاني هنا، ستوب ستوب، هرجع تاني، هرجع تاني، صب، بس بس كابتن هنا الدفع في الظهر، استوليه هنا دفع في الظهر، عمل مخالفه هنا في ظهر اللاعب ولا في الكتف؟ كتف فكر. قويه، مظبوط، شكلها حلو قوي قوي، واي حكم يتخض، ولكن انا النهارده الكتف في الكتف، صح، الرجل على الارض، ما طلعتش ايديا يا كابتن ايمن وراحت عامله المخالفه. شايف ان هنا قرار عبد العزيز السيد قرار صحيح، ما فيش مخالفه، وقرار ابراهيم نويل كان رائع جدا 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 ان هو يخلي اللعبه تتواصل. نروح للحاله اللي بعد كده. شوف هنا حاله برضك من الحالات المهمه جدا جدا. احنا قلنا دايما نهتم بالتفاصيل يا جماعه، لابد ان احنا نهتم بالتفاصيل. نشوف اللعبه ديت، هل هنا في مخالفه لمس الكره بالايد ولا لا؟ نشوف. شوف الايد هنا، الايد هنا مضمومه ولا مفتوحه كابتن، اللي هي البوينت اوف كونتاكت؟ مفتوحه. الايد مفتوحه، وانا الايد لما تبقى مفتوحه من فضلك دي اسهل قرار بتاخده، بتحسب مخالفه كانت على حدود منطقه الجزاء. هنا الايد بتصطدم بيد اللاعب المدافع، وهنا الحكم خلى اللعب تواصل، هنا مخالفه لم تحتسب نتيجه مخالفه لمس الكره. هو ما حسبش اصلا المخالفه كابتن شريف، وقلنا كابتن هي خارج، في خارج، لو رجع خارج، خارج في ايده الجزاء. ولكن هي لو داخل كان يبقى فيها كلام. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. نشوف. طيب انا رايح، تمام. بص لو انا رجليا، لعبه مهمه جدا يا كابتن علي من فضلك، لو انا كمدافع رجليا بعمل تاكلينج ورجليا ما عملتش حركه اضافيه، يعني ايه حركه اضافيه؟ صحيح. يعني عملت التاكلينج وخلاص، ولكن عملت تاكل ورحت مرافع رجليا تاني، ده كده يعني ده انا اصلا يعني عندي النيه فيها تعمد ان انا هنا نشوف هنا الراجل رايح في مساحه فاضيه. هتقول هجوم واعد، هقول لك هجوم واعد. هتقول في تهور، هقول في تهور هنا، بطاقه مفقوده لم تشهر في
المباراه من حكم بره. قلنا المعايير يا جماعه من فضلك دي مهمه جدا، بتفرق كتير. اخطاء يمكن خارج، ولكن اخطاء تؤثر في نتيجه المباراه. نمر ونروح ليه، شوف هنا، شوف هنا عدى والرجل. الحاله اللي جايه حاله من الحالات المهمه برضك، بنقول الحكم المتميز دايما احمد حسام طه. شوف اللعبه ديت، بص يا كابتن، بجزء من القدر هايل، بجزء هو سمح باستمرار اللعب طبقا للبروتوكول. وبعد الهجمه ما انتهت رفع التسلل ولا بشيد احمد النهارده عمل مباراه رائعه في هذه المباراه. طبعا هنا كان حتى لو كان جات جون كان التسلل كان يسبق الهدف. نروح للحاله اللي بعد كده، حاله من الحالات المهمه جدا جدا. ستوب 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 ستوب، هرجع تاني. رائع يا عبد العزيز السيد، رائع رائع رائع. ستوب، هو هنا عمل الاستمرار اللي تحت الفرصه. مظبوط، هنا بنقول اللي تحت الفرصه ليها مقاييس، ليها مقاييس هي ايه؟ انك انت بتعطي الافضليه للفريق اللي تم ارتكاب ضده المخالف، صح، اللي هو النادي الاهلي. طب وبعدين ارجع لحد كده؟ لا، ارجع تدي بعدها، ارجع اديله كارت اصفر. برافو كابتن، لازم طبعا ده اللي احنا بنتكلم. انت عملت القرار، نص القرار، ولكن نشوف حاجه جميله جدا جدا. انت النهارده اديت اتاحت الفرصه بشكل جميل ورائع. نرجع تاني، ولكن كان يجب، بص للدخول، ستوب هنا، الدخول بتهور، الدخول هنا بتهور. دي بطاقه ثانيه ايضا من البطاقات المفقوده النهارده لحكم المباراه. احنا قلنا التحكيم مش بس ان انا بصفر على المخالفات، انت عملت قرار جميل جدا باعطاء الافضليه للفريق، ولكن بترجع تاني كابتن شريف بتدي البطاقه، ودي حاجه من الحاجات مهمه من فضلك لابد انك انت تاخد بالك منها. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. تمام 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 تمام، يعني يمكن ديت اخر الحالات، ولكن بنقول النهارده يا عبد العزيز انت مريت كويس، ولكن لابد انك انت تذاكر، تشتغل على نفسك كويس، مش ليك انت بس، لكل حكام مصر. من فضلكم يا جماعه النهارده لجنه الحكام بتوفر كل الوسائل لكل حكم، معاك الماتيريال، معاك الشغل بتاعك، بتشتغل على نفسك، بتقعد قدام اللاب تذاكر، تذاكر دي هل فيها انذار؟ هل مش فيها انذار؟ النهارده بتفرق كتير. قلنا العقوبات الانضباطيه النهارده كانت هي سمه المباراه، كان لابد النهارده من التحكيم النهارده يكون حازم في اشهار البطاقات اللي هي كانت اعتقد اكتر من بطاقه مباراه. نتمنى في اللي جاي، لان جاي صعب. صحيح. النهارده اللي جاي مش مستحمل، سواء للانديه كلها اللي بتنافس او الانديه اللي بتلعب على الهبوط، لابد ان يكون التحكيم النهارده زي ما بيقول اللعيبه ركزوا. نقول التحكيم النهارده من فضلك ركز، لان الاخطاء النهارده مش بس داخل الصندوق، لا، الاخطاء داخل وخارج. بس الاخطاء دي يا كابتن برضو اثرت على سير المباراه. انا قلت في البدايه كان ممكن بالظبط، قلت في البدايه النهارده احنا النهارده، هو انا النهارده بستفيد امتى يا كابتن؟ ده السؤال. انا كالنادي الاهلي او اي نادي بستفيد من خطا المنافس. مظبوط. النهارده عندي لاعب عمل خطا بانذار، بعديها بروف ساعه عمل خطا بانذار، انا بستفيد، هو ده القانون. مظبوط، هو ده القانون. انا النهارده كحكم ماليش علاقه بالكلام ده، انا بشتغل بالمعايير بتاعتي. من فضلك للحكام اشتغل بالمعايير عشان خاطر يبقى القرار. وده اللي حصل النهارده كابتن مع محمد فتحي ومع فادي فريد. يعني هم لو كانوا خدوا انذار فانذار كان هيحصل ان هم هيطردوا بره، كان مجريات المباراه هتتغير. بالظبط. انا قلت ايه في الابدا، قلنا ان التحكيم مش بس احتساب مخالفات يا كابتن ايمن، التحكيم النهارده احتساب مخالفات والعقوبات الانضباطيه. اللي انا بقول انت مش بتمن على حد، ده شغلك كحكم. ومش بنقول بمزاجك تدي انذار او لا، بنقول طبقا للمعايير اللي القانون اداها لك، اداك المفتاح. ما عندكش مشكله دي تاخد تفصيلتها يا كابتن علاء، كابتن ايمن، دي انذار ودي مش انذار، بتذاكرها تبقى عارفها، في تيجي في المباراه بتطبق، بيبقى التطبيق صحيح. بس عايز اسال حضرتك في حاجه يا كابتن، احنا بنشوفها خلي بالك بتتكرر في اكتر مباراه، اختلاف المعايير، وبنشوفها بتتغير من حكم لحكم. مين المسؤول عن الكلام ده؟ هل الحكام دي ما بيتعملهاش دورات تثقيفيه؟ ما فيش تعليق على الاخطاء اللي هم بيعملوها في المباريات؟ لان بنلاقي منهم كمان اخطاء متكرره. سؤال مهم جدا يا كابتن ايمن، بتتكلم في سؤال مهم. انا زي ما قلت لحضرتك النهارده، لجنه الحكام بتدي الحكم، هقول لك انا، في اتحاد دولي بيبعت الاخر فيديو اللي هي بتبقى فيه ايه؟ في مثلا 20 فيديو للاخطاء وسوء السلوك، 20 فيديو للمسه اليد، 20 فيديو لاتاحه الفرصه. كويس. يقول لك خد يا حكم من فضلك هذه الحالات، وكمان بالقرارات بتاعتها. يعني ايه يا كابتن ايمن؟ كل قرار ليه كان في فاول او كان في انذار. كويس. انت بتذاكر، احنا قلنا لابد انك انت كحكم النهارده، التحكيم بقى علم، التحكيم بقى ثقافه، صح، بقى شغل، بقى تطور من ادائك، عشان انا افرق من حكم لحكم. هو الحكم اللي بيطور من ادائه وشغل على نفسه عشان تيجي النهارده
مش عندك اخطاء كتيره، تبقى عندك صح. اخطاء قليله. بقول الكلام ده كله الحكام مش عبد العزيز السيد، من فضلكم الفتره الجايه فتره صعبه للكل، للكل، للانديه وللاعبين ولجنه الحكام. لابد انك تشتغل على نفسك، اشتغل كويس قوي قوي قوي، لان الانذار هنا بيفرق مع اي فريق بيلعب. والمفروض في حاجه تانية يا كابتن حضرتك، ممكن قلتها كذا مره في كذا استوديو، ان الحكم زي اللعيب وبيكتسب خبرات من التعامل في المواقف المختلفه في المباريات اللي هو بيحكمها، انما احنا بنشوف صراحه مفيش خبرات لبعض الحكام. البعض بالظبط، البعض، انت قلت البعض، ولكن انا بشيد ببعض الحكام عندنا برضه. مظبوط، عندنا بعض الحكام كانت بيذاكروا كويس قوي، يعني مش هقول اسماء، ولكن في حكام هتلاقي المباراه بتاعتهم اخطائهم قليله جدا جدا، ما بتلاقيش مشاكل عندهم. ولكن بنقول الكلام ده مش بس للحكم المباراه النهارده، لكل المباراه النهارده، مش بروح ماتشي بحكم واروح. صح، لا، كل شيء يا كابتن لابد ان يكون في اجتهاد، في شغل، في عرق، تشتغل على نفسك كويس قوي قوي. زي النهارده الحكم سعد، يعني احمد حسام، كان متميز. تاني بنقول التوفيق للتحكيم المصري ولجنه الحكام المصريه. الحكام، اللجنه مش هتعمل كل حاجه، ولا المعد البدني هيعمل كل حاجه، ولا معد الفني هيعمل كل حاجه، انت برضك عليك دور. صحيح، اشتغل يا اخي وذاكر. صحيح، بالتمرينات للتحكيم المصري في الفتره القادمه يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس، شرفتنا يا كابتن. شكرا كابتن ايمن، شكرا. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه النادي الاهلي ونادي البنك الاهلي في الاسبوع 25 لمباريات الدوري العام المصري لكره القدم، والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. كل التوفيق للنادي الاهلي في المباريات القادمه ان شاء الله. حابب في النهايه اشكر نجوم الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، شاكرين يا كابتن، شرفتنا. شكرا كابتن ايمن، وبالتوفيق ان شاء الله المباريات اللي جايه باذن الله رب العالمين. كابتن علاء ميهوب، الف شكر يا كابتن، نورتنا. شكرا ايمن، وهارضك التعادل النهارده، وبتحصل في كره القدم ان شاء الله القادم، ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. كابتن اسامه عربي، الف شكر يا كابتن، شكرا وشرفتنا. شكرا وهارد لك، واللعيبه بذلت الجهد الكبير الماتشات اللي فاتت والبطوله العاشره طبعا، هارد لك ليهم، وان شاء الله التعويض في المباريات الجايه باذن الله رب العالمين. كابتن عادل عبد الرحمن، شرفتنا يا كابتن، نورتنا. شكرا كابتن ايمن، واحنا بنثق في لعبتنا ان شاء الله الدوري بتاعنا باذن الله رب العالمين. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.